أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزي وانا في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. يقول الإمام مجدد رحمنا الله بذكره: وذكر الصالحين، بذكر الصالحين تتنزل الرحمات. وما قال رحمه الله في توضيحه في الإحسان جوج اثنان صفحة 44، وقال رحمه الله في توضيح هذه النقطة، في هذه النقطة المحورية: وما لم يجعل المريد نفسه فانيا في رضا المرشد لا ينال نصيبا من مرضاته سبحانه وتعالى. نقلا عن سيدي أحمد إمام السرهندي مجدد الألف الثانية. قف عند كلمة فانية، يقول إمام مجدد الخلاف على منهاج النبوة الثانية رحمه الله بذكره وقدس الله سره وجزاه الله خيرا عنا. قال: وآفة المريد في أذية شيخه، وكل زلة يمكن تداركها إلا زلة أذية المرشد، فإنه لا يمكن تداركها بشيء من الأشياء. وأي زلة من منع كلامه، من منع كلامه أن يصل إلى أبنائه. جامعة سيب سلام لدار جامعة، فإذا بك تكون القيادة ستالينية الحالية، ماشي كنقول لك ستالينية درجات، كما قال السيف في الوصية الممنوعة، دائما ممنوعة إلى حد الساعة. هذا قدر الله ماض، والقيادة كما ساق دائما، نقول لك قال السيف الإسلام، ما كانش يمشي، ساقها أم المؤمنين، زوج سيدنا رسول الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. كي قال لهم سيدنا عمر: أتطيع لي علم الله ابتلاكم الله ليعلم أتطيعون أم تطيعون الله عز وجل؟ واش حنا نطيع القيادة أم نطيع الإمام؟ اللي كان اتهدتوا مع اللي عندهم توق التقليد، اللي يدير لهم ابليس توق التقليد، اللي يدير لهم اصنام قياده، اصنام تعبد باراده من بعض من بعضهم، كما السي عبد الصمد رضا. هذا رجعوا لهم السي عبد الهادي بالخيريه دابا، والسي عبد الكيبان، والسي عبد المتوكس فتح الله رساله دابا، حتى السي عبد الهادي بالنص ديالو غادي يرجعوا ليه للوصيه ان شاء الله تعالى. وبالاخرين ما كنقول السي عبادي والسي عبد علينا، هو هذاك مخدمين كي كانوا مخدم مروان سيدنا عثمان بن عفان. لا كان علاش كنكروك؟ لان سيدنا عثمان بن عفان هذا صحابي، هذو قدوا عليه. يعني ملي كانت تعوز الصحابه على الاقل باش نعاونوا الاخوان اللي كاينين داخلة باش يعاونوهم، لان هذا الى ما عاونتي سيدنا عثمان بن عفان، قال لك: ان امساك بعض الصحابه مخافه الفتنه هو الذي ادى الى مقتل سيدنا عثمان، هو ادى الى مقتل. هذاك الامساك ديالك السي المساوي، دابا انت السي المساوي، علاش كنقول لك السي المساوي دابا؟ حيت انت عشتي هذا الالام، وانت دوزك السي عبد السلام في حياه الله تعالى، الله تعالى دوزك بفضل منه، ماشي حتى حنا دابا بفضل منه، خصنا نكونوا نصبروا عليهم، نصبروا حتى على القياده من واحد الجهه، وندعيو الله تعالى يا ربي بقلوبنا، ماشي باللسان ديالنا، باللسان، بقلوبنا، بحالنا، يا ربي اللهم ترجعهم الى رشدهم. اشنو رشد؟ وينزلوا الوصيه باش تمسك الصحبه بالجماعه. ما كاينش تمسك الصحبه بالجماعه وانت جالس ناس، هذه ما كايناش، هذه ليس لها، هذه تهضر، هذه جبريه، هذه جبريه كيسمينها ولا قدريه مارقه، وكاينه الجبريه ما كيسميها الزعيم السلام، هذه جبريه، هذه ما ليست، هذه ليست من سنه الله عز وجل. كاين هناك اسباب، الله تعالى كيدير الاسباب في الارض، الخوارق ديال الاسباب، ما خصك تتحرك السي المساوي، دير تكلم هذا الهجوم اللي كاين، هذا السي شفيق، هذا السي شفيق العمراني، هذا الشريف شفيق العمراني، هذه العلاقه دابا اللي كيمشي بوطربوش كيكب فيها العافيه، هذه على ما في داخله، ما في قلبه،
خايب هذا الشيء خايب. شوف السي، شوف السي العمراني، شوف السي عبد اللطيف العمراني، هذا الشيء انا عقل على الزمان، عقل عليها الزمان بيننا، وعقل على الغيب. انت بكي على الله وطلبوا راه غادي يوريك. شوف هاد الاخوه اللي كيشوفوا دابا الرؤى، هذا السي مريد اللي كان شافه، واش انا ما كان لا زلت لم اتواصل معه ولا اعرفه ولا يعرفوني الا من خلال الاوديو. هذا السي اقنعه، هذا اقنعه الغيب، اقنعه تضرعه الى الله عز وجل. راه الله تعالى عز وجل هو الرحيم، هو اللي غادي يدلك. راه ما كنشوف لا عقلك ولا تفسيرك. غادي نرجعوا ان شاء الله تعالى لهذا الكلام اللي صيفط دابا، ديال الكلام العظيم ديال السيد. هو حنا دائما اقول دائما اقول واردد، راه الخلاف هو الوصيه مع السي بسلام. راه القياده ما عندهاش، حنا ما عندناش مشكل معكم، وعندك انت مشكل مع المد السي بسلام اللي حابسه. انت حابسه على ان الاخوان الجماعه، وبالتالي الا كانوا الاخوان اللي طربوا في عزيز بسلام وسكت، استطعت انت باش تسكتيهم، باش تسكتوا وتجيب لهم افلام ديال الجريمه والعقاب، وتجيب لهم اس ام اس نتورك دخلوا ليها، راه فيها السي عبد الشيباني هو الذي كان يسنها، وفيها راه باقي فيها الاخوان وشي اخوان اخوات. واش يا صاحبي كيشطحوا كيدوروا هي الاوتور؟ ما الفقير، الفقير لا يستطيع ان يمشي تبع الفقير. واش بيخلص فيها مليون؟ راه كانوا كيخلصوا فيها مليون. يسالوا الناس راه كاينين تصوروا دير اس ام اس نتورك، ديرها في يوتيوب وتشوف. هذه كان يسنها السي عبد الله الشيباني اللي هو اللي هو مشكله السي عبد الله. راه من جزائر شهر القياده هذه. انت السي عبد الله كتقول الوصيه، واش هذه الوصيه اللي خلاكم على السي بسلام؟ ملي كان جوج السي منير الكراكي كنجبروا كيبيع كتاب، كنجبروا السي برشي، وانتم كديروا حواجز على الغيب، الغريب الخرافه ثلاث ايام بدون قص رؤى، خلافا للوصيه المعاده، خلاف جوهري. دابا خايفين، علاش خايفين هما؟ خايفين يتفضحوا. كاين السي عبد الهادي كيقول لك، كاش كيقول السي عبد الهادي كيقول لك وراه قلنا ليه وقلنا للوصي، واخا هو علاش قال لك في ذاك الوصي؟ اوصيكم من دفنتيني بكيتي عليا ساعتين ياك، ولكن اوصيكم جيدا. شنو اوصيكم جيدا؟ شنو السي عبد الهادي بيتقريها لي انت بشي لغه ديال الجنون ولا ديال اش بيتقريهاش؟ من لغه بيتقريها انت؟ اش من لغه تقريني انت؟ وانت استاذ ديال الرياضيات، على انت استاذ الرياضيات كنبقى نقولوا، كنبقاو نقولوا 1 + 1 تساوي ما عرفتش. الله يهديك يا صاحبي، اش هاد تستخفون الا تستحيون من هذه الاستخفاف اللي غادي كديروا به؟ واش كتستخفوا؟ واش انتم كتستخفوا بعقول الناس؟ هذاك السي شفيق اكتشفكم غير ببساطه. لان المشكل ديالكم شنو هو؟ الاخوان اللي كاينين في الداخل، راه المشكل ديالكم صعيب، لان ماشي بقيتي انت ما بقاش عندك حريه. علاش؟ ابليس كيخلعك، وانا حنا غادي نجيو ليها، حنا غادي نجيو ليها الربا. اصبر، ولكن اصبر اصبر، نوريك من اين. علاش انت دابا، انت دابا عرفتي وما قدرتيش تحرك؟ من اين عندك الربا؟ الربا منين تجيك؟ منين جاتك هذه الربا هذه؟ منين جاك هذه الربا هذه؟ هذا هاجس طلب من اين ياتيك؟ قال لك سي بسلام هنا في وعدي ربي، وتسمع اولياء الله يسالونك ما اسمك في عالم الملكوت، يلخصون لك تشويق القران والتبشير لعلك تفهم وتغضب وتغار من تبكيت الامثال من بني البشر، ان كان وعد الله وبشاره رسول الله لا يكفيان لايقاظك وبعدك. وسير تبعهم، والله سيدي لا انهم على باطل. ويحاربون صاحبي الوصيه، كلام السي عبد السلام ما قادش ينزلوها صاحبي، ما قادش تيهضر عليه. هذاك السي عبد الصمد دابا غادي يجي، والله سيعلمون، والله سيعلمون اليوم، ماشي هو البارح، ماشي 9 سنين، سيعلمون غدا من الكذاب والاشير، سيعلمون غدا. والغيب بدا كيقول لك كيف السي عبد الكريم مقيد، لان تورط معهم، تورط معهم ثلاث ايام بدون. علاش السي عبد السلام قال؟ السي عبد السلام كيقول ماشي انا اللي كنقول، عندكم مشكل مع السي عبد السلام، بلا ما تبقاو تدوروا هنا وتكتبوا وتقولوا هذا خليني انا احمق وكندير وكذا. عندك مشكل مع نص، مع كلام، مع راه هو منشور اللي انت مانعه، اللي انت دير السي السي المساوي. تكلم على ما اشنو داروا لك صاحبي، تكلم حتى تشفق. راه شنو الدعوة عندك انت؟ هذا مسكين نازل عليه صاحبي، لماذا دربوه؟ لانه نصر السي عبد السلام، نصر هو صاحبي بقبك افضل منك وافضل مني. نشروا صاحبي الله تعالى اختاره، فان يكفر بها ولا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ها هما وكلوا الله تعالى، ياك القنوات ديالهم لا يريدها الله تعالى، لا يريد الله عز وجل منها. السي عبد السلام ما بغاهمش، لان الاديه ديالته على ما عرفهمش. السي عبد الواحد قال لي بمعنى كاين مشكل، اول حاجه درتي مشيتي جمعتي الناس ودرت شي كان جديد، التخربيق ديالك ديال السياسه وديك داك ديال داك الشيء اللي كديرو كتلوى هنا وتمشي هنا وتخفي. انت انت دابا سيد، انت هو اللي كيعبدك دابا، لا السي عبد الهادي ولا فلان، كاع واحد المجموعه دابا. انت انت هو قطب الدائره السياسيه، وسبحان الله العظيم انت اخر الانف السنه التاسعه تخرج الاوديو، سبحان الله العظيم. لانك مشيتي صيفتي للمساوي، المساوي يجب ان تتكلم، اسمعني بوضوح، يجب ان تتكلم الان
يجب ان تنصرف. بقى تقول لي راه كيتصلوا به مسكين وكيقول لي قال لي البارح وكيتصلوا به بزاف، خرج اخرج من هذيك، بيدخلوك هما بيدخلوك لا بحال داك الحاج بيدخلوا كيدخلوا للداخل ديالو بيكبوا عليك العافيه. خرج خرج وضرب لي، خرج ووري لهم داك السحر ديالهم اللي دايرين دابا على الاخوان. سحر هذا، هذا سحر والله انه سحر، لان الصحبه ما بقاتش، هذه علامات على ان السحر. زعما قال لك امن دعوات تتفتت وتندرج في سلك نقابه صوفيه، حين يرتفع مستوى الفقه الديني، المستوى الفقه الديني غادي يرجعوا ليه. ونعرف الاسلام وايمان، واحسب ان الدين اسلام وايمان. هذا صيفط الله تعالى سيدنا جبريل، اش بي صيفط لك دابا واحد ديريك الجريمه والعقاب، مشى كيدير واحد الفيسبوك ديالو الناس اللي ما تيعرفو طويل فيها، وانا قرات عنده ماشي ولا هو مبهر بها. راه حالته السعبد هذه اش من حاله عند السعبد، عند السعبد الواحد اصاحبي اش من حاله عندها صح. واش هذه الوصيه اللي خلاكم على السعبد؟ واش بيدير الخير هو دابا؟ ما عندكم حتى اوديو كيكتبوا غير مقتطف. حتى حلل عبد الصمد كتقرا ما عطاش دار البارح وزوم مبين، ما عنده ما يقول عبد الصمد رضا، ما بقى عنده ما يقول له هو ولا غيره. إن وصية واضحة، الحرمان إذا أراد، أوصيكم ودريهم بالدين، إذا أراد أن يحرم فليتجه أقصى ما تشير إليه الإشارة الإلهية. إشارة هي الخرافة، هما راه عارفين دابا المشكل عنده فين كاين، خايفين اللي يقول لهم الناس الخرافة. هو دار لهم هذاك، وهو كي كان يقولوا علم الوحي، وقلنا لكم الخضير وجبنا لكم دابا الدرس باش ما نعاودوش. لان كاين اللي كيكون مسكين الله كيشوف هاد الاوديوات كيتخلع ملي كنهضروا على هذا العلم. رجع لابن تيميه، حنا رجعنا للاوديوات القبل ما تتفهم. حنا كنقولوا دابا كاين اش كيقول السي الاسلام، من أدية المرشد اصل شقاوات وعرقها عياذا بالله من، والخلل الطارئ في المعتقدات الاسلاميه. الخلل الطارئ شنو؟ الاديه اللي داروا للسي الاسلام الزائره. انا وصي واش بيخليك السي الاسلام الزائره؟ خلا ما خلا لهم والو، خلا لك انت، خلا لك انت الجماعه. وراه دار لك تما مشى معاك بواحد قدر الله لعلم هو لم يطلعك لا تعرف، لانك انت ليس لك تسليم وتلقى السير هذا. ليس انت عندك غير على نسيبك السير هذا، والله العظيم انت قلتيها لي، انت قلت لي عدو الله وقلت لي هذا، كيعني بانك عندك غل والله العظيم الا قلتيها لي وصيفط لك صيفط لك الرساله مع السيف دادي بالخير، وعندك غل حتى على كرامه باقي عندك غل. اش من قلب عندك انت بيدوز؟ انت اش بيدوز انت ولا غيرك؟ الغل هذاك شويه سيدنا الطرحه ومشى قاتل امام الحق سيدنا علي. ام المؤمنين ساق قدر الله السابق الى موت مواطن الفتنه التي دمرت الحكم الشرعي، هكذا كتب مجدد الخلافة الثانية. بلا ما تقراوا الإخوان، سيروا قراوا، هادو راه غادي يختلفوكم على الطريق، أقسم لكم بالله يتتلف على الطريق. رجع سير قرا السي عبد السلام، واش كيجيب لك دابا شتي كيجيب لك شي حاجة؟ حتى هو وصية ما قادر يخرجها وتبعوه أنت سير تبعوه. أشوف دبر راسك، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق جاء ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختص، إنك ميت وإنهم ميتون. وسير بقى قسم قسم معك في قبرك، والله لا ينفعك فيهم شي واحد. وهما صاحبي كلام السيس، وهو الزائرات خلاهم السيس. لا انا باش تعرف دابا من بعد غادي يجي كلام علاش خلى لنا ديو الزاي. لا غير قدر الله غيتكلم، الا ما تكلمت غيتكلموا الاخر، غيتكلموا وستعلمون غدا كيفاش غادي ستعلمون غدا كيفاش ستعلمون غدا كيفاش 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 اش من الكاذب اللي كانوا فيه والحاله بزاف. فمن ظلم كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. الصدق هو السي عبد السلام، واش هذا كلامه؟ كلامه واش قال لك كلام طويل وكبير وعميق؟ كلام كبير ما كذبتي به كتخلي كيكذبوا بك الناس، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. حنا كنصدقوا بكل شيء اللي كيقول السي عبد السلام. واش أنت عنجو دابا واش هذاك ديال المنار واش كيعني بأن الحوار كيعني هذاك آداب؟ أنت كتشوف سيدنا جبريل كيفاش كان كيقول، سيدنا جبريل كيفاش كان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقه. التعظيم راه التعظيم والتوقير المحب هو اللي غادي يدوز. الصحبه هي الباب وهي المفتاح، متعذر وتوقر المرء على دين خليل فلينظر احدكم من يخالل. المخالله هي اللي تتمتص، هي اللي تخليك تجيب النور، هي اللي القلب ديالك ماشي العقل ديالك وداك داكشي ديالك ديال المتوسط. والخلل الطارئ في المعتقدات والفتور الواقع في الاتيان الاحكام الشرعيه من نتائج تلك الاذيه وثمراتها. يعني هادشي دابا اللي كتشوفوا الجماعه، واش الجماعه دابا هي الجماعه اللي كانت بعد السيف؟ واش الجماعه هي الجماعه اللي بعد وفاه السيف؟ واش العلاقه هي العلاقه ديال دابا؟ باين داك الشيء شبيه بدا يكذب عليك، هو يكذب عليك شي حاجه اللي ضربها الخمجت ديال ماطيشه ولا بصله، راه باينه راه باين. هادشي اللي كتشوفوا دابا والتعامل وهذا القسى وهذا الجفاف، حنا ما نبغيوهمش هادشي، ما خصناش نبغيو بقلوبنا ماشي بعقولنا. بقلوبنا كيسم سمسم حال الصدق، ماشي هو الفكر بالصدق، ماشي الصدق. وغادي نرجعوا ان شاء الله تعالى. وماذا اقول عن الاحوال والمواجد المتعلقه؟ احوال الا كانت فان بقي اطر من الاحوال
عند السي عبد الكريم ولا غير ولا مع وجود أداة الشيخ ينبغي أن يعده من الاستدراج الذي يجر أخيرا إلى الخرابية. واسمع السي عبد الكريم، وبدات كتجي رؤى كتجي من الداخل تهدد السي عبد الكريم والكلام مع السي عبد الكريم. علاش؟ هو يعرف المعنى الولادة الجديدة والإنشاء الآخرة اللي كينشأ الله تعالى لدى والكمال، هادشي كيعرفوه ما كيعرفوش الآخرين. عبد الواحد ولدو كيعرف الجريمة والعقاب، هذاك الآخر عنده واحد شوية لأن كيشوف السي عبد الكريم عنده ما يقول. موني الركراكي كيقلب باش يقلب على الفلوس، لان الكتاب واضح رايت رؤيا ونقص لي هذا. داكشي لا يدرك، داكشي لا يذكر، لا يذكر في الكتب اللي باع. وكيتكلم على الرحله المنيبه وفيها هذا، ما كانش من الرحله المنيبه ولا مكان انت باش كتكذب كتدعو الى نفسك، وانا رايت رؤيا وغادي نقص لي من الفندق. داكشي لا يذكر، هذاكشي هذاكشي. وتكلم مع السي بودر، تكلم مع السي عبد اللطيف على هذا الكتاب. يلا انت اللي مشيتي لخوك وتكلم على الكتاب، تكلم السي العربي تكلم على هذا الكتاب. انت راك انت جبتي الكتاب ديالك ابو حازم، تكلم تكلم على كتاب اللي جاب هذا. قال ان رايت رؤيا ونقص ليا ونقص ليا فيها، وقال لي غادي نقص ونقص ليا شحال نهار وحزه في نفسي لان مول الفندق ما غاديش محشومه. راه خصك تعطي الناس ديالهم، واش هما ما كيخلصوش؟ عشان دابا هادو اش غادي تعطوا نتوما للاجيال الجايه؟ اش من دين؟ اش من دين هذا؟ تعطوا الدين ديال بنو اميه؟ تعطيني ديالو؟ تقتل قتل الحجر وقتل، دابا كتقتلوا في الناس نتوما. كتقتل شفيق مسكين بدل ما تدعوه الى الله وتقول له وتكون اللطف بالناس والرحمه بالناس، انتم باركين هيك جهنم. ملائكه ملائكه جهنم، كلكم انتم ملائكه، استغفر الله العظيم. ملائكه بحال انتم ملائكه من انفسكم، وانتم لاعب بكم الشيطان ديالك ملائكه، وانت كتضرب في الناس كتديهم لجهنم. وهذا وقال لي هذا. واسمع شو قلت، سير تبعو، سير تبع هذاك مطربوش، سير تبعو، سير تبعو. كندوزو ليه في الشاي، كيدوزوها بصائر، لان 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 بصائر، لان صاحبو فيها، لان السي السقلي الذهبي صاحب السي راشد بطرش نجيك من الاخر، وهو وغلام مصاحبين، وكاين السي راشد حليم تا هما هاد واحد ما كاين فيهم، ماشي كنقول كلهم على راسي، وحنا كلهم ماشي كنقول ما عنده والو، ولكن هاد الشيء فيه ما فيه، كاين جميعات كل واحد المصالح. كتشوف اللانه ديالك كيدوزوها، كتشوف زين كيدوزوه اش كيدوز، وكتجي لا حول ولا قوه الا بالله. غادي نجي واحد النصوص اللي قرينا اليوم في طبيعة جماعة الإسلام المنفتحة على كل والد القابلة للعابد وغير العابد أن يجتمع في تكناتها وأجهزتها مخزون فكري يحصل من مساهمة الكل. بحال المخزون الفكري صاحب الجريمة والعقاب، وكيصيفط لها هذاك وكاع راه صاير هادشي كلشي غادي يخرج إن شاء الله. هادشي بان خارجة الوصية معروفة سبحان الله العظيم، كأنهم طموس عليهم لأن ما بغاش لهم الله الخير. وغير حل بسيط، أشنا هي تنزل شريط ديال السيد؟ أشنا معنى أنك منعو ما بغاش ليك الخير؟ ما معنى انه اذا اراد ان يحرم فليتجه عكس ما تشير الى شرنا؟ بحال عنده شي قياده جماعيه كذا ستالين صحاب، واش هذيك قالها لنا؟ حنا راه تري قياده. واش الا ترون بان الستالينيه واضحه؟ انها قياده ستالينيه بامتياز بما فيها السي عبد الكريم العالمي دابا. والسي العبادي قياده ستالينيه، هذاك بالستالينيه التربويه ديالته، هذاك لان الوجود ديالك والسكوت ديالك راه ستاليني. انت انت دابا مقيد مسلسل، خرج خرج نفت على نفسك، حيد عليك ذاك التخربيقات. واش انت خدموا بك التحيد 3 ايام بدون قصر؟ الغيبه صاحبي تجن الغيبه، ما بقاش عندك انت ما كتعرفش الغيبه. السي عبد الكريم العالمي تلفتي كاع ولا شنو دابا انت؟ ولا وليتي انت مبهر بالجريمه والعقاب؟ ما بانت لك اس ام اس انت دابا اللي مبهرين بهذوك الشحور اللي يحكي الشحور صاحبي على على الشاب خايل ويقول لك هذاك راه كيحسوا بشي حاجه ما كيحس بها حتى واحد، ويضحكوا على الناس صاحبي ومليون صاحبي. ولا دابا الفقير مسكين هو ما كيحس بحتى حاجه، هذاك مولي الكراكي يوم من زعما اجي انت بدا سير تبعني انا ديما في مكه. ولا اشهد 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 الاسلام، ما انزل الله بهذا من سلطان. شوف لن نسكت ولن تستطيعوا اسكاتنا، لان ماشي انتم هما الله باش نجيك من الاخر. واخا دابا هاد كنتكلموا نعاودوا غادي نبقاو نقولوا دائما ان هذه دعوه الى الله، هكذا امرنا، ولكن الفاعل في الكون هو الله تعالى. قدر الله ماضي فيه وفيك، والا راه امنا عائشه راه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عارفه قدر الله فيها، والله واخا يقول لها 100000 حاجه قال لها غير اللي غادي تنبع عليك. السي عبد السلام عارف الحرمان اضاءه، وهذه هذه 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 كتبين ضيعته على الامه. السي عبد السلام ضيعته على نفوسكم وعلى اولادكم وعلى الاخوان وعلى الامه، ضيعته عليها مجدد الخلافه الثانيه على منهاج النبوه. يا حسرتكم على على داك الشيء اللي جاي، يا حسرتكم. كما ان بنو اميه وقفوا ذاك مغيرة بن شعبه وعمرو بن العاص غفر الله لنا، وقال لك السي عبد السلام وزيد ذاك مسخوط ديال زياد بن ابي، هاد الثلاثه كي قال كي قال شكون اللي قالها؟ قالها قالها الامام حسن البصري. ما قلتها لا انا لا وجاب السي عبد السلام نقلا عنه رحمه الله. ضيعوا، كانت ستكون خلافة إلى يوم القيامة. هذا هادو كي ثلاثة ثلاثة لعبوا ودوزوا ودوزوا أجاروا قاعدة كي دابا في قبر نهار يحطوك دابا أنت في قبرك السي عبد الهادي بالخيل، يقول لي ديك الساعة الوصية ماشي هي يعني. وبدا حل وبدا نقص، أنت راه فيك غل على نسيبك أصاحبي، بلا ما نجيك من الآخر، غنجيك من الآخر من الناس. وأنت قلتيها لي بودني عدو الله في أمر دنيوي لا غير،
بالتالي السي شفيق راه قال واقع هذا القياده السم اللي فيهم في الداخل كيدوز بالقلوب اصاحبي. اش بيتمص من ثمن هذا؟ اش تمص من؟ كتمص منهم الريبه والسم. راه سولوا الموساوي، الموساوي تكلم انت دير باقي بحال انت دابا ديرهم داك عليك قباب، راه كيمصوك السم باقي كتدي تخرج الجبن وتعود ترجع تخرج وترجع خرج مره. قول ماذا عانيت؟ قول من المعاناه الداخليه ديالك اللي السم اللي كنديروا لك ابليس من امتصاصك منهم. سكوتك عندك شي كان كيدخل لك السم في داخلك. قول تكلم باش تعاون الناس الاخرين يخرجوا، باش تخرجوا تعاون الاخوان المساكين يخرجوا من داك السم اللي يديرهم الشيطان عن طريق هذه القياده الستالينيه. قال السي عبد السلام ماشي قلت انا، هذه الستالينيه مصرح ديال السي عبد السلام، انا ما جبتش من عندي امن بحال القياده الستالينيه. الا قلت لي ما قلتش كنولي انا كنكذب، الا ما قلناش ملك عاض ملك جبان ولينا كنولي كنكذب ونقولوا خلافه امويه، نكذبوا على سيدنا النبي وهو قال لك ملك عاض ونسميها انا خلافه. شو تسمي انت؟ كان فيه كان فيه، ما كنقولش ما كانش فيه. معاويه صحابي محترم لحرمه صحبتي لا غير، بغى واعتدى من بعد، كان عنده الفصاحه وكان عنده كان عنده الحنكه السياسيه. دابا ماشي بحال هذا، هذا ما عنده حنكه السياسيه، هذا كيدوز هنا ويمشي يخط هنا. عبد الواحد كذاب هو اللي لان علاش؟ لان ملي كيشدك ابليس راه انما الاعمال بالنيات باي نيه يتحرك. دابا قدر الله ماض، نسال الله السلامه والعافيه. هكا شوف ملي كيقول سيدنا يقول هلاك امتي على يدي اغيلمة من قريش، قال الصادق المصدوق، كيقول هل الصادق المصدوق، كيقول مروان اغيلمة لعنات الله عليه، هو الملك والرأس ورئيسهم ورئيس هو ملك الملوك ولده دك طلع على المنبر قال لهم والله لا ودبي امرضهم الا بالسيف. بحال هذوك يقولوا والله ما تمشي دابا الصحبه، دابا كيخلعوكم بالصحبه، والله ما غادي تشتت الجماعه. والجماعه راه خلافه، واش انت كتخربق دابا انت؟ كيفاش خلافه؟ راه فيها الامه كلها. واش انت دابا غادي يجي النبوه واش هي لكل العالمين ولا غير ارسلك رحمه للعالمين ماشي الجزيره القبيله والعالمين حتى الجن انت كتعرفهم ماشي تدخلك. انا كنهضر دابا على السي عبد السلام، انا شنو الهدف ديال جوج الحوايج بسيط. هو السي عبد السلام هو واحد هو السي عبد السلام. ملي كنقول السي عبد السلام ماشي السي عبد السلام تقول لي السي عبد السلام وانت كتقول لي راه انا من تحتيها، انا هو عبد الواحد القياده والقياده القياده راه تلفت دابا. شوف سير عندهم انت، الا بغيت تمشي عندهم سير عندهم انت، سير عندهم يشربوك انت. انا الحمد لله رب العالمين باين واضح بان داك الشيء ديالهم غادي وكيدبل. بضاعتهم راه والو، بضاعه مزات ما يجيني بضاعتهم اش قال ليه فين والو. وخونا اللي خلاه هنا بان السي عبد السلام راه كاين عنده شوف قريب الخروج ان شاء الله. اللهم نستظل به وتوسل الله بقلبه، اللهم يا ربي نتوسلك بقلبي خلينا ولي حي من جعله ابونا سيدي عبد السلام رحمنا الله بذكره مجدد خلافتي على منهاج سيدي الاولين والاخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليك وسلم يا سيدي رسول الله، وجزاك الله خيرا سيدي عبد السلام، كرمنا الله كرمه وقدس الله سره وجمعنا به في الدنيا والاخره مع سيدي الاول والاخر سيدنا موسى. انا مجدد الخلافه، شنو مجدد الخلافه الثانيه؟ راه ماشي صحابي هذا صعب، هذا راه مجددها بعد ملك عاض وجبري وما بقاش نبي. من سيكون هذا؟ يجيو هادو دابا عندهم داك بحال دوك بحال دوك اللي كيبيعوا داك الشيء داك البخور شي شي فهذا مازال كيكونوا هذاك عارفين، ويجي يقول لك اجي بخر وسير عندي بخر لك، سير عنده يعطيك شي عشيبه سير ولا تيطحن لك. سير انت خليتي تبا علاش تهضر اخويا دابا قال لك هذا هو سيد عند السي عبد الكريم غادي يطحنك نجيك من الاخر دابا والله. وبقيت نبيت مع تبيتات انا بعدا دوك لان ويلا نمشي عنده انا والله. شوف مازال تمشي عند الشريفه لا ناديه تمشي عندها والزايد يقولوا لك سير عنده هذا. الا قالت لك راه ما عارفين اش كيديروا هذا داك الشيء تخربيق نجيك من الاخر انا، لان هي قولي لها قولي لها عارفين اش كيديروا دخل سيد دخلي عنده. كيفاش عارفين اش كيديروا؟ انت خارجه وانت شحال كنتي كتقولي عليهم وتقولي عليهم وتقولي اي كنتي كتقولي على الشريفه وكنسمعوها وقالوا عليك الوالد كيخرف. راه قالوا انا سمعت قالوا سمعتها انت وراه خليهم جماعتهم هادشي كله قولي لا دابا اش كيخرف لنا دابا كتصعب بحال كنستعملوا حنا. انا شوف يا الشريفه حنا دابا عالم اخر. واش انت دابا عارف المعدن ديالنا الشريف؟ انا ما كنعرف لا معدنك ولا معدنك، كنعرف انا السي عبد السلام قال لينا هاد الناس كاين مشكل كاين مشكل. قال لينا نكونوا فريق عارف نخدم خصنا نكونوا فريق. قال لك واش نسكتوا ونصغروا انفسنا ونحلوا انا نصيروا الخطط في هذه المعيه؟ انت ساكته حنا لا، حنا كيقول لك مشينا مع الوصيه، انت مخالفه الوصيه ديالك. السي كامل كيقول كلام مختلف كيقول لك هو ما كاين هو كيقول لك ما كاين الا السي عبد السلام هو صادق السي كامل ما يقدوا عليه ولكن مشكل عنده. نجيك انا من الاخر هما راه كيلعبوا به، هما راه كيقولوا عليه كلام وكيجي دابا يقول لك السي كامل. اش كيقول السي كامل؟ هما دازين باش انت طلعوها بسيدنا عثمان بن عفان، بقيتي غير انت السي كامل. طلعوها بسيدنا عثمان بن عفان اللي ما عرفتهاش، طلعوها بالصحابه الكبار،
تعوض ام المؤمنين الصفاء الكامل من عائشه، بقيتي غير انت وانا لستي كامل، انا بعدا ما كانش معاها فهذا، لا معاك لا معاهم، باش نجيك من الاخر، انت افضل لي منهم بزاف، ولكن انت دابا كتعاونهم بلا ما كتشعر، بلا ما كتشعر كتعاونهم، لانك ما بديتش تنزل الكلام با كتصف لان ما دازش ليك، ملي ما دازش ليك انت اش بغيت ندير بك انا؟ اسمح لي السي كامل، انا مصاحب السي السي عبد، انت اذا انت اختلاف مع باك بعدا ماشي معايا انا، انت عندك مشكل مع السي عبد، لانك انت بديتي كتصفي ليه، وانت انت راه عندك مشكل لانك انت كتصفي لي دازت ليك، خصك يجب ان تشرب داكشي كله كله تشربه، ماشي تبقى تدوز هادي ما داز هادي داز هادي ما داز، واخا تشوف في الغيب دابا السي كامل، الغيب دابا حنا كنهضروا على نص قطعي، ملي كيكون نص قطعي ما بقى عندي انا ولا غيري ولا انت بتقول لي الغيب نسقط عيد السي بسلام، دابا المشكل ما كنقولش تواتر رؤاكم، قالها السي بسلام في مرحلة معينة قالها السي بسلام، ما قلتش انا راه كلام ولا لسان، هادو راه كدابة وما ظلمون كذب على الله، كيكذبوا على السي بسلام، عندهم مشكل مع السي بسلام، لان 3 ايام ما داروش قص الرؤى 3 ايام، مشى عبد الواحد موته وكذا هو اللي كيشربهم، وانت كتعرفهم وانت السي كامل، انا راه قلت لك بلغنا لك باش قلنا بان هذا ما عرفتش يسرقوا لي، لا هذاك السي هذاك راه خرجه الله تعالى، الله يهديك سيدي كامل، الله يهديك ودبر راسك انت سيدي كامل، انا ما انا 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 انا, أنا ما نقدرش نقول لك، ولكن السي عبد السلام اللي كاتب تما في شواصي شريف قالها في امه، لابد من بعد لابد ان ياتي بعد، وفي السياسه راه عارفين هادو بان راه واحد راه الناس في الديمقراطيه ما يمكنش تخلي فوضى واحد، هذا انا لا علي تصرع الناس كل واحد يقول انا لا انا لا، ما يمكنش السي عبد الحميد قابوش بجميعته، السي رشيد حريم بجميعته، السي مطربوش بجميعته، ولا جميعه السي راشد غلام بجميعته، هذا بجميعته، السي منير الكراكي بجماعته، عبد الله الشيباني بجماعته كانت، ولكن هذا جميعته، عبد الواحد المتوكل الدائره السياسيه بجميعته كبير، هذا دابا جاب لي هذا دابا جاب لي هذا دابا كله كله اسميته بجائزته، هذا كل واحد بجميعه 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 بجميعه، وانت واخا تحسب هادو كدير انت تجمع من الف، اش بيتجمع واش تجمع كل واحد هادي بصله هادي مطيشه هذا الخيار هذا البانان هذا التفاح كدير انت تجمع ما بيجمع الديسير بيتخلطوا كدير ليه طيبوا كامل شكون شكون انا بيت له هذا الراجل اخويا انا ما نقدر اخويا ما نقدر اش كيقول لي صوره اخويا مش بغيتي تنشرني انا الشيطان اللي نشر سيدنا ادم سيدنا ادم نبي الله واش هبط منين ما لقيت لقى راسه هو ما قيلك قيل في الهند وامنا حواء أمنا حواء لقاوها في جدة وتعرف التقيا في 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 عرفة تلقى راسه تما لا وكان في جنتي وكان فيها كا لا الشيطان أخويا أنا اسمح لي لأن كاين إنما الأعمال بالنيات هناك رجع كنعاود نحل الجبال الأخرى هناك الخرافة وهناك وهناك وكنقولوا شحال هذه الخرافة ولكن الغيب الرؤية الصالحة هناك أش كنتكلم هنا في وما أدا أقول أحوال ما وجد المتعلقه فان بقي اثر من الاحوال مع وجه اذيه الشيخ بقي اذيه الشيخ هو الاسلام الكلام ديالو ممنوع شنو هذيك اش كتسمي هذه اذا اراد ان يحرم اش كتسمي هذه اوصيكم اش كتسميها كلام ديالو انت اش كتسميها كلام ديالو ممنوع ممنوع ينبغي ان يعد من الاستدراج الذي يجرؤ الى خير الخرابيه ولا ينتج شيئا غير الضرر والسلام على من اتبع الهدى والهدى شنو هو كلام السي عبد كامل ينزل واش دابا الصحابه ملي يجمعونا دابا لا حاجه واش هما كانوا كيفهموا الخلاف على منهج النبوه وموك عاد موك جبل كاع ما كان فيه هو كينصر داك الشيء اللي قاله السي عبد اللي قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيحطوا واش هو كيفهم فاش ما معنى ثم تكون خلاف على المجد ثم يكون ملك ما اش دخلك انت في هذا الشيء نزلوا احيد الاتساع هذا قلت ان الصحبه لكامل من اولياء المرشدين مجرد مفروغ من امية الحاوية عين السال صوفيا وعلى المعرفه بما هي وان شئت قلت باختصار الطريق الشيخ الواصل الموصل الحبلي بالسند المتصل فما يبقى الا شرط الصدق عند الطالب وهنا غادي نزيدو الصدق وغادي ندخلوا ان شاء الله تعالى مباشره لنتكلم عن نقراو مباشره اليوم ان شاء الله نقراو الكينونه مع الصادقين التي حرض عليها القران الكريم هنا في صفحه 423 من في شعاب الايمان من الاحسان واحد الكينونه مع الصادقين التي حرض عليها القران الكريم رب كيقول سيدنا عبد السلام رحمه الله بسم الله ورحمنا الله بذكره رحمنا الله بذكره بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت والذين من قبلنا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الكينونة مع الصادقين التي حرض عليه القرآن الكريم هي مدخل الصدق إلى سكة السلوك مدخل إلى سكة السكة هي الطابع على جواز السفر بمداد التقوى قال تعالى يا ولدنا من اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا واش من صدر الربا هذا بلاتي والصادقين كل كيكون صدقوا يصدقوا بعدا بداك الشيء جا في السير الاسلام يجي ينزلوا علامة على انهم يصدقوا بها في السير ديك السير بادي ما مزيد كيصدقوا داك الشيء اللي بيناتهم هما هي خايفين عليها هي على السير الاسلام بيخرب الاخوان المسلمين وكان السير الاسلام ديك الساعه يبقى مع الاخوان المسلمين هذو راه بحال الاخوان هذو راه بحال جمعوا مازال الاخوان المسلمين احسن منهم
لان على الاقل عندهم تجربه وخبره في السياسه وفي هذه وفي هذه، وكراوا العصا شحال من مره ولاو كيبان لهم، لان ملي كتاكل عاد كتبان لك ضرب المره ولا الثانيه الثالثه الرابعه، فاش كياكل شي واحد في الفلوس ديالك المره الثالثه كتعاق به، كتعيق به بانه راه اشفر وسير عاود عطيها ليه ثاني، فهمتي؟ دابا هادو ولات معروف هاد الشيء، وهاد الشيء الكلام اللي خرج دابا ولا كيهددهم وكيبين بان ما عندهمش، وكيبين حنا غير شويه والحمد لله اما بنعمه ربك فحدث، فايتين بتسليمنا المطلق للسي عبد السلام، وتسليمنا المطلق هو كنتسناو هذا الراجل هذا، حنا مازال كاع ما جا الراجل وكنخلعوهم، اما الا جا الراجل راه سيكون عليهم راه غير ضربات لازع، عندك تعتقد عندك تعتقد من يجيبونا من يجيبو السي كيجيبوا لك قديم، واش بيجيب لي دابا السي العلاوي وتجيب لي سيدي احمد الملاك على راسي وعيني، واش من السي عبد السلام انت تجيب لي انا كنجيب لك انا كنطلع لك سيدنا سعد بن ابي وقاص اللي قال لي معاويه جلس على الكرسي قال لي مالك لا تسبوا ابا تراب ولا كيعطيه الاوامر، شنو تخربق دابا انت؟ وكان جيب لك سيدنا سعد بن ابي وقاص، وكان جيب لك سيدنا الزبير من حوار رسول الله، وكان جيب لك لي مبشر، وكان جيب لك معاذ، وكان جيب لك سيدنا عثمان بن عفان، تخربق دابا انت وكنقول لك ها اللي تصيد وتجيب لي انت دابا تجيب لي باش تسد لي نتبعوهم، دير الهضره ديك الخواخاوي ديال الخواخاوي ديالك، هذا كلام راه ما بقى عندهم والو، جفت سير عندهم سير بقى معاهم، وراه الا سكتي غادي يضربك البلا وغادي ما تبقى تعرف لا الحق من الباطل، عقل عليها راه الريبه ولات فيهم راه ولا صعيب بما فيهم السعد كيما نجيك من الاخر، والغيب دابا ولا اش كيقول لك يا يخ علاش كنغوت الا بيت لك الخير، شوف راه والله العظيم وتجيب شي واحد خص هما خانوا السعد بزاف، تقول لي انا دابا واش واش السعد كيقول لك الحيوان، نقول لك انا لا واش الجنه تما، واخا تقول لك لا ناديه ولا غيرها، والحرمان اذا اراد ان يحرم عاود سمع الشريط عاود سمعه، دير في يوتيوب دير من يخلفوني في يوتيوب، دير مسكين معاه شكون الله يجازيه بخير، دير من يخلفوني في يوتيوب، دير من يخلفوني ديال السي عبد السلام ياسين من يخلفوني، وكيقول لك سي عبد السلام بمعنى ما كاينش مشكل، وكيقول لك ما كاين مشكل تقول انت ما كاينش، سيدي ربي كيقول لك ملك ملك عاد ملك جبري، قال لك سيدنا محمد تقول انت لا غتبقى الجنه تبو زوينه، لا قال لك مروان ما فيش وتقول انت تدخلوا، مش هذا دخل ما خدماتش، تقريبا وزيد راه كان الوالي سيدنا علي على البصره، كان لم يذكر في خلافه سيدنا علي بسلام معنى معنى هذا راه الصحبه كانت كتحميهم، دابا هما غادي تفضحوا شي وحدين فيهم ماشي هما على درجه واحده، انا ما عارف ولكن سيفضحوا، لان لان صعيب، لان السي عبد السلام ملي قال لك الخير انا خايف عليهم، لان علاش؟ ملي قال لي اذا اراد ان يحرم فليتجه عكس ما تشير الى اليه، ودابا اش كتشوف؟ كتشوفهم كل شيء كيهضروا عليه الا والا كلام السي عبد السلام، ما معنى هذا عندك؟ ما معنى هذا؟ معنى كنتايا شادك ابليس منهم، معنى انت يا كيشربك السم منهم، معنى انت يا مبنجك ابليس منهم، لان انت حل فمك وكيبان لك الكلام ديال السي عبد السلام واضح، وما مانعينو مانعينو ما عندهم عرف وانت ساكت، معنى هذا واش انت بديت تصحب السي شفيق راه احسن منهم، احسن منك انت اللي ساكت، نقول لك واحد القضيه شتي هذاك السي احسن منك، علاش؟ على الاقل بعدا فايق، وعلى الاقل صاحبي على الاقل بعدا ياك عارف الحق من الباطل، انت اصبحت معمي، واش عمي انت بحالك؟ انت راه ما بقيتي ما بقيتيش كتشوف، واش كتشد جين هما اللي غاديين بيك فين غاديين بيك، وحل عينيك وهضر مالك انت صاحبي، راه اللهم امسك واحد صاحبتي وجماعه، راه سيف سامي دار الدعاء راه عارفه، واش امتي مرحومه واش 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 معاويه وهذوك داخلين في الرحمه بحال سيدنا، علاش دابا ايوا فاهمين عندك، دابا كنقول لك انا كنعاونك في الفهم، انا كنعاونك كيف في الفهم، واش سيف سامي يقول لك وحينا الوسط الصحابيين وصحبه جماعه قياده واحده والازمه في يد واحده حين ذاك، وكيقول لك ودي استراتيجيه باش جاهزه وشيخ رباني هنا وجماعه كلها هنا مهدده بالتفتت، قال لك هو مهدد بالتفتت، هو راه طبيب راه واحد عنده راه حنا اللي هي اللي مهدده، انا ما بقيتش نبقى لان بالي كطيح ولا بقيت تما غادي تجي، والله العظيم انا على اليمين ديالي اما كنقلبوا كنقلبوا خصو خصو نضغطوا عليهم باش نضغط عليهم نضغط عليهم، وتخرج انت وانت وانت وانت، هما غادي يسكتوا ويرجعوا وغادي يزوا شاد بز منهم وغادي يدار، وبحال كيبدا السيول سواري موري منهم غادي يجي الغيب ما بديش هكا، وغادي يفرحوا وبداك يزيد يدخل جواه، الا كان زياد يدخل جواه مروان يرجع كما كان يسكت يسكت فمه، ما يبقاش يبدا ينقز بالشيطان ديالو لداخل ديالو، بدا يبدا يدك في الجماعه ومن بعد ينزل، وراه العمره ديال الراجل غادي يرحل وغترجع صحبه كما كانت بقوه كبيره، دابا لان امر اخر راه السي عبد السلام واقف على الشغل ديالو، ولكن راه راجل راه السي عبد السلام ماشي كيعطيك انت ويعطي هذا ويعطي هذا، راه عطى لواحد اللي هو عنده الفناء ماشي في هادو، هادو يخدم بهم هادو التيو ديالهم تقب بحال كيخدم سيدي ربي بمعاويه خدم به للشام، ولكن واش هو معاويه هو سيدنا علي في الاخر صاحبي سيدنا الحسن، واش هو سيد معاويه اش تخربق دابا انت، واش سيدنا الحسن هو معاويه؟ وبلاتي دابا ملي جيت كنطلع لك الفوق هذوك الصحابه رسول الله، هذا راه ما صحابه ما جوج، هذا راه كيقريك جريمه هذاك كيقلبها على الفلوس، الاخر كيقلبها على الفلوس بالكتاب الاخر، وكنجيك من الاخر انا كنقرا انا قراءتي السياسيه، لان ملي كتقول لي رؤيا وكتقول لي خرافه وانت محيد ثلاث ايام ديال الغيب عند السي عبد السلام، ما معنى هذا؟ اسمح لي انا معنى انا بيت لك الخير سيموني ولا غير، حنا بينا اليوم الخير، ولكن الخير ماشي ماشي يجروا كل واحد، كيبين لك بان ما بقاش عندهم، ملي كانوا عند السي عبد السلام كانت نورانيه،
كان زياد واري، كان لم يذكر بخير، كان معاويه غادي قال لك السمسم، ومعاويه هذا قال لك السمسم، هذاك في الجاهليه سي العاد قال لك ودي، كان ذاك الجاهليه عنده الداخل كان غادي للذوبان، كل شيء عنده جاهليه. علاش هذا الراجل هو اللي غادي يجمع علينا؟ هذا امر الله. على دابا السي عبد السلام، علاش ما اختارش سيدنا حسن البنا وما تختارش السهروردي وما اختارش سيدي عبد القادر الجيلاني؟ والله اللي كيختار اختار السي عبد السلام في المغرب. دابا انت ملي اختاروا لك في المغرب انت كتضحك، انت ملي كتطور كتصحى، انت هو اللي انت جايب بوحدك انت وكتقطع في الناس من الاخر. الله اختار السي عبد السلام كما اختار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اللي يختار، بيدخل معاه في الاختيار ديالو. سيدي دبر راسك، علاش اختاره؟ دبر راسك سيدي، قولها لسيدي ربي، راه هو سيدي ربي. الله يطحنك سيدي ربي. فمن الظالم من كذب على الله وكذب بالصدق جاء. اسمع عبد الصمد رضا، وكذب بالصدق جاء، اليس في جهنم ولي الكافر. وسير سي شعيب، عاود عاود كتبع معاه سي شعيب، راه راجل وعاود تبعه. شي كيف بديت نقص؟ قول لي قول لي قول لكم الشر، قول لي واش دابا انت الوصيه ولات في العالمين وما قدرتي كاع تهضر عليها؟ رجعوا للكلام ديالنا، وهذا الشيء كنعاودوه ونعاودوه ونبقاو نعاودوه. تفهمنا احنا راه خدامين مع الله، سلوك عالم اخر لا قبال لك بها، الولاده الجديده والنشاه الاخرى. واش عندك انت من عندك انت انت حافظ على السيف السلام؟ واش عندك عندك الجريده؟ اسمع، الله تعالى صادق في كلامه سبحانه، صادق في وعده، صادق في امره ونهيه. امر اشاره الهيه الذي تواترت عن قلوبكم، تواترت عن قلوبكم والصواب، اعطانا ما لم يعطي غيرنا من قبل. بيجي انت دابا عندك انت القلب، تواتر رؤاكم وشهادتكم على امر معناه اشاره الى الذي تواتر، انا الذي تواتر عليكم الصواب. وذكر بالقران من يخاف وعيد، يؤمنون بالغيب. شنو الايمان وشنو الغيب وشنو الولاده وشنو؟ هذا اسئله كريم انت اللي تفهمه، انا اللي تفهم هذا الشيء. هذا وهضر، خرج خرج من ديك القوقعه اللي حاطينك فيها، خرج. وهذا راك انت غادي للخرابيه اللي بقيتي، كنجيك من الاخر. لانه علاش؟ لان اديه المرشد واديه السي عبد السلام هو الشريط ديالهم من يعني. وانت تعرفه وما درتيش معاهم الغيب وقصر الرؤى وداك الشيء اللي امرك به ولينهاك عنه والمعاهده والعهد خالفتيه، وخايب داك الشيء، خايب داك الشيء، خايب داك الشيء، وسكتي عليها بزاف. دبر راسك، دبر راسك. هادشي اللي نقول لك انا، هذا هو هو ما عندي انا ما نقول لك. حنا قلنا لكم والمبلغون عنه من رسل وامناء، صديقون انت بلغ امناء، امناء ولا تتوسع بسلام. ان لا بد من بعد، لا بد ان ياتي بعد، طال الزمن وقصر. قال لك مازال معاكم، مازال باقي كيدير شويه، قال لك مازال معاكم. عبد الواحد فينا مشى تخبى، قال لي ياك استخاره موسى واستشاره موسى، الا اذا اراد ان يحرم فليتجه عكس ما تشير شارب، عنده شي قياده كي داز ثاني صحاب واحد كيقتل في واحد ما كاين واحد. دابا والله العظيم نقول لكم راه شي بين نزل الوصيه وشي ما كينزلش، وعليه وما راه واحد كيقتل في واحد سير دخل بعدا، راه كيبان لك كيضحكوا الضحكه الصفراء في الداخل ديالهم العافيه نايضه. وواحد هذيك المحبه اللي كيتكلم ياسين هذه كذب في كذب، اقسم لكم بالله انا اتحمله. اش محبه عندك؟ التخربيق اللي عندك في قلبك انت ولا غيرك. اش عندك انت؟ كتضرب هنا وتعاود تضرب هنا. عاد السي عبد الهادي بالخير وصيه، ولا تكلم عليك وصيه وواصلين اوصيكم. اش ما معنى اوصيكم؟ اذا اراد ان يحرم، شنو اذا اراد ان يحرم عندك؟ اشنو هي؟ من نستدير بنت وصلي بخير؟ شنو راجل هذا ولا انت ولا شكون بيديك انت؟ شنو تخربق دابا انت؟ وانت خص لي داويك، انت السي عبد الهادي خص لي داويك من الغل اللي عندك على هذا وهذا. عند كرامه وعند هذا، انا جبت سميتو اسمح لي السي كرامه غل. مازال السي بشير ما عندوش عليه، السي عمر ما كانش احسن منك في الداخل ديالو، مشيتك من الاخر على الاقل مسقشرت واسع صاحبي. انت غل عندك صاحبي، غل غل عندك غل، وكتبقى عليه ما كتشرب داك الغل. هكاك انا كنت على نسي بكا ما بيني، قلت لي عدو الله، انت تقول لي هذا غل، انت الملائكه باش عرفتي عدو الله؟ باش عرفتي يا السي عبد الهادي؟ باش عرفتي؟ تخربق دابا انت، وانا علاش تقول لي كاع داك الكلام؟ اذا انت كتخربق، اذا انت لست اهل، اذا سد عادي غير السي عبد الهادي بالخيليه، جلس وشدتي قرارك وسكت، ولا تكلم على الوصيه الشريطه راه جات وقتك. غادي ندير لك واحد تانتا تانتا ساتوجه اليك ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نجيب لك نجيب لك نسيبك اللي مزوج الاخت ديالك صافي، وخوك سير سول غير الاخ ديالك السي السي بالخيليه المحامي فاسفين. راه سمع الشريط والله العظيم الا قال اقسم لكم بالله. سمع السي شفيق، راه كاين خو السي عبد الهادي بالخير، سمع الشريط قال لك اودي هذا كلام واضح، محامي وهو حضر لما فعله، لان السي عبد الهادي من لما فعلوا هذوك ديال اسفي، لان عندهم السي واحد المتكلم اللي فيه بهذاك 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 الفقيه مسكين، هذاك الامام مسكين اللي عنده الجلالب، الجلالب داروا قال لي ما تشريش، ما عندوش الجلالب ما تشريش، ما عندوش، لان دار الوصيه زعما شاري وصاحبي هكا كيدير كيدير بحال عشان عشان التعامل. هذا لا يموت حتى الاسلام وحتى المروءه وحتى المروءه ديال البشريه، ديك المتين كالبشري والله لا يموت اليها، والله لا يموت الى المتين البشري، استغفر الله العظيم. هذه خايبه بزاف، هذه زادوا عليها لا يموت الى المتين. حشوم عليكم هذا الشيء يا مستر عبد اللطيف العمراني، يا مولاي العمراني الله يجازيكم، انا مزوق فيكم.
انا خويا عندي معاه اختلاف جوهري. انا نقول لك ما كان صيفط لي ولكن احترام كنشربوا هذا الوالده والحمد لله رب العالمين. اقسم لكم بالله راه كيعرفوا صراحه استعدادي من حاكم حاول استعدادي بالخليه ان يكسر هذا العالم، ولكن خويا مروءه كبيره صاحبي. قال لهم حيد التسع، خويا مروءه كبيره صاحبي. اخ ديالي انا نقول لك انت الاخ ديالي راه هو سول عليه راه فلان التيمه السي شفيق مروءه اختلاف. انا ما باقي ما الاخوه اختلاف، لا ارسل اليه الاوديو بتاتا، ويعرف انا اعرف يعرف وهو يعرفني ولا نتا. وعيدنا مؤخرا الحمد لله رب العالمين سبعه الحوايج من الحوايج بحنا هم، والحمد لله رب العالمين هو نلتقي وتقي ماش هذا التخربيق، هذا اش التخربيق فعلي. هو انا احترم ليه داك الشيء ديالو، انا كنحترم ليه لان انا مسؤول من الجماعه. انا ما كاينش، انا هو كيقول الحق واختلاف ولكن باداب، باداب. حتى السي عبد الهادي ادب، حتى السي عبد الغني ولاد السيد راه كتب عليه تما عنده اداب، السي عمر مكسو كاينه اداب. ولكن سي عبد الواحد عنده ما كاينش ادب، عنده التخر، عنده الديس، عنده ماشي عنده عنده ستالينيه حشومه. هو اللي كيسير دابا سي عمر، ما بقاش مسكين عنده شحال، خرجوه من الدائره السياسيه. عبد الواحد متوكل دابا لانك الله سي عمر، لان خايبه عقله عليها. الله يحفظ، انا الله يحفظ من هذا الشيء، الله يحفظ هذا الشيء اللي غادي فيه، الله يحفظ الله يحفظ الله يهديك. لا انا ما كنقول لك جهنم، لا انا ما كنقول جهنم، انا بغيت لك الخير، اقسم لك بالله اللي بغيت لك الخير. وكنحذرك راه زياده اش كندير فصحه، وكنقول لك الشياع، وكنقول لك الوصيه الشرعيه، وكنقول لك انت اللي خدع عليك العهد، وكنقول لك قلت لك سيدنا تلاقيت معاك وما جبتكش وما درت اوديوات، وقلت لك اودي ودرت، قلت لك اودي انت هو سيدنا الزبير كاع في الاخر، ولكن عارفين هو انت وسيدنا الزبير التخربيق. انت تخربيق طلعناك حتى للسما كاع، تحت الارض كل شيء دابا الارض بما فيه مستعد، كل شيء بحال الراجل اللي كاين الان. الراجل الان نحن ننتق ناطقين بداك الشيء السياسي، الى ان ياتي الناطق الرسمي باسم السي اسلام. لا كاين لا فلان ولا فلان، باش نجيك من الاخر، واللي ما باش يسمع كاع لا يسمع، لانه كاع لا تصطاد البيض اللي لا توصل كاع بالله بقلبه، يسير توصل بما عجبك، توصل بما عجبك صافي، بهم ولا بغيرهم صافي. لتعريف سابقتك عند الله فما يمنعك. اشوف هنا وامناء صادقون، قل صدق الله والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. شوف سبحان الله العظيم، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك المتقون. جات مباشره، والله انا ما عارفها، انا لا وصلت لها كنصلي بها اليوم، جيت من الاخر كنصلي اليوم بعد سوره الزمر سبحان الله وانا نجي فيها، هي جات هي هذه. فما يمنعك من التماس الطريق الى الله في معيتهم لتعريف سابقتك عند الله الا نحول الايمان وضمور التقوى. وسير تبعهم فيهم راه فيهم دابا ما فيهم، ماني تركي يقلبوا دابا على اللي وتقلص الهمه، اش من همه عندهم دابا. ان الله عز وجل امر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ المؤمنين كافه بالبشرى العظيمه، حيث قال وبشيدنا امنا لهم قدم صدق عند ربهم. اسمع كاين حال الصدق، ماشي الصدق غير الكلام، امشي صبر معنا. ثم نوع لك اسلوب الخطاب والتشويق، فوصف لك منزل الصادقين في قوله عز من قائل ان المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. خطاب مفتوح مشرق، ما يمنعك من الاستجابه له والهب على ندائه واليقظه والاسراع والتلبيه الا وجود عوائق في نفسك. اسمعني، عوائق في نفسك، في عقلك، في معدنك، في سابقتك. راه اللي ما عنده مشكل في سابقه دابا في سابقتك، لقد سبقت له من الحسنى. وتسمع اولياء الله يسالونك، لا تقدر تكون عند كل شيء ولكن سابقتك كامل، سابقت خوك شفيق سابقك الله، واخا يكون كيدير وسير الدبز مع الله تعالى. وسير بسام راه سابق الاولياء كاملين، وسير عطانا وسير الدبز مع الله. يقول لي علاش عطيتها لعبد السلام ياسين؟ علاش ذاك وسير انت الدبز مع الله؟ يقول علاش دير لك جوج عينين؟ علاش دير لك النيف؟ علاش دير لك ما يدير لك ثلاثه؟ علاش ما يدير لك هذاك الجن؟ علاش هو يسبح رمي في السماء والارض وكتشوفهم انت كيسبحوا؟ علاش يخلق هذه؟ علاش يخلق هنايا؟ علاش يدير علاش يدير هذا؟ تخربق دابا انت سير انت، علاش دير السماء؟ علاش دير الشمس؟ هيدي 12 ساعه، علاش ما يدير 100 ساعه باش تبقى انت خدام؟ باش تبقى انت ناعم؟ سير، علاش ما توقف انت؟ علاش ما تبقى صغير؟ سير ضرب ضرب في الدنيا، سير انت في الهواز ديالك، سير انت ضرب تتعيا، اش بين ندير لك انا؟ انا كنقول لك انا ما مسالكش، انا ما مسالكش. وكاع لا تسمع طول هادشي كامل، انا راه كنغوط دابا، كنغوط انا ما خدامش، ما خدام مع سيدي ربي. تسمعوا راه حنا مع الله اسي، ننفذ اوامرك ما علانا منها سيدي عبد السلام، هو الوصي الشريط ونزلها بما فيه السي كامل. نزل الوصيه عاد هضر معايا، شنو شي كبير خلاص سيدي كامل، وانا احب الناس اليه السي كامل. وعرفت هادشي كيدير دابا ماشي عرفته عرفته، ولكن ما يمكنش لي انا، اسمح لي، عارف الصديق مسكين اش بدير الصديق؟ ها يقول انت هو الصديق، ولكن انا كمشي. قال لي سمعته بان ما يمكنش نعطيك، ما عطاها والصديقه
باش يعلمونا. الله يجازيهم بخير، مساك الله يجازيهم بخير. الالام في داخلي، عارف سيدنا علي ما يمكنش ليا، قال لي، قال الولد قال لي ما يمكنش ليا، خصني نخرج. وميرتو قال لي بخير، يلا زيد واتبعوا، على ما سكت سيدنا حسن تبعوا، تا قال لي تجي انت واعطيها لهم، لانه هو سيدنا علي قال لي اسمع لي دابا اتبعوا. قال لي امرت بقتال، مسير رجع اطوعوا الناس في الناس في 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 في, 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 في تنوير المؤمنات. قراوا هذيك الفقره لتعلموا بانه كيفاش معركه، احنا ما دير لا معركه لا والو. سيدنا علي تقول لي دابا الغيل عنده، ربي تقول بحال هذاك اللي قال لي الغيل، وقاتله من 14 في المعسكر، مات اصاحبي، راه ام المؤمنين اصاحبي، وراه اخطا ادري سيسمو خطا اكبر منها، هو سيدنا حسين الزبير ما نزل في قلبي الغيل، راه فيه الغيل الصحابه هذيك الساعه سيدنا اعتراف، ولكن غير ماشي بحال هذا الغيل، هذاك شويه واحد في شكل اخر في عالم الصحابه. الولاده الجديده ماشي ديك الولاده يلاه سلمتي ولا ولد، عالم اخر كيفهم فيها شويه السعيد، كلمه شويه. كاد الخواص ان يشاركوا العوام في عدم ذوقي، ذوقي ماشي معرفه، هذه المعرفه. قلت ان دور الاحوال والكرامات في الاولياء اوهم ولا زال يهم الكثير بان سبقوا الصحابه، هذا هو كيديروا الكشف، وما هي الا تسليه طفوليه عاشها الصادقون المكبوتون. راه عالم اخر ديال مع السي عبد شكل اخر، وبعدا قبل ما تشكل واه السي عبد السلام راه خباو عليك، راه جاي ابليس وجابهم هما وجابهم وداروا لك اصنام بينك وبين السي عبد السلام. هذا هو اللعبه فين كاينه بسيطه، ودابا حنا كنحاولوا نحيدوا الاصنام، ماشي السي عبد واحد، الصنم ديال السي عبد واحد، ماشي السي برجي، الصنم ديال برجي، ماشي السي منير، الصنم ديال منير، ماشي السي عبد الكريم، الصنم ديال عبد الكريم العالم، ماشي السي عبد الصنم ديال، فهمتي ولا مازال؟ صبر باش تفهمها. الصنم هو كيديروا الشيطان باش يقول لك ودي بلا ما تدوز منهم هنا، هما باش ما كيخوي فيك، هما كيخوي فيك واحد باش قادرين المحبه خصك تكون عندك السي عبد السلام. ودابا الوصيه دابا كلام السي عبد السلام، راه اللي يعبدون زلفى يقربون الى الله زلفى، يقربون الى السي عبد السلام. هذا راه ما كاينش باش تعرف السي عبد السلام صاحبتك خصك تنزل الوصيه تكلم عليه، الا ما تكلمتيش عليه راه كون على يقين انا ما بقيتش مخبي. واش انت خصك تخرج؟ ماشي انت اللي خصك تخرج، انت ماشي انا، اشرح لي ما عندي ما نشرح لك انا، راه شوف سابقتك اش بيشرح لك انا. على سيدنا محمد ماله دار شي حاجه استغفرك يا ربي، بس الله يسلم لابو سفيان انا ما عرفوش، على ما عرفش هو المروه راه جا عليه الحاكم، ولكن سيدنا عثمان دخلو كيسحب، واش مسكين داز دابا هنا عالم. علاش كنقول لك، كنقول لك ودير هذا الفهم هي باش انت باش على الاقل نخربق لك شويه، باش نخربق باش على الاقل ما تبقاش يضحك عليك ابليس. كنقول لك هذاك راه شفر، ولكن انا ما ندخلش ندخل معك انا، عندي ابليس انت يطحني انا. الله يهديك، الله يهديكم الاخوه، الله يهديكم الفهم هذا. وتسمعوا اولياء الله يسالونك ما اسمك في عالم الملكوت، وكدير هذه يرخص لك التشويق، هذه قرينا القران والتبشير لعلك تفهم وتغضب وتغار من تبكيتي الامثال من بني البشر، ان كان وعد الله وبشاره رسول الله لا يكفيان لايقاظك وبعثك، ولا لا يكفيان خصك تبكي بعد ما انا كنغوط عليك، والراجل نستدير بيته وسر بقلبه راه واضحه. سير اسمع اسمع، ديروا من يخلفوني، من يخلفوني الامام، راه تلقى وصيفتوا شي عاد صيفتها لشي واحد يخرجوك من المله. وقفنا في هذا الفصل عند العوائق المانعه الحاجزه المتقله، يعني المتقله عن السير، الحاجزه المتقله عن السير المتقله، العوائق المانعه الحاجزه المانع في هذا الفصل، الفصل من الاول واش نعزل. وقفنا عند المحط السفلى والانحطاط الارض النفاق، وسمعنا وقرانا ان الصحبه، ان الصحبه هي مفتاح، هي المفتاح للخروج من قفص الريبه الى طمانينه الصدق. راه الصحبه دابا ماشي لهذو، هذو راه مشات، انا اقول راه الراجل والله يا حبيبي الا خرجتي منها بيت بقى فيها، بقى فيها هذاك سوقك انت، حنا راه كنبلغوا، ما حنا كنبلغوا كامله المساله كلها من مسالك، وعقل عليها والزمان والغيب بدا كيبين دابا، على قولة الله اكبر، صافي الله اكبر الله اكبر. دابا واسمعني، الريبه من قفز الى طمأنينة الصدق ما دمت تصحاب مرتابين. وقال الصحبه، الصحبه ماشي ديك الصحبه، الصحبه ديك ديال اللاصقه، الله واخا تصاحب دابا ما عرفتهاش. راه شوف كلام السي عبد السلام واضح وضوح الشمس، من قفص الريبه الى طمأنينه الصدق، اذا ما عرفتيش دير ما دير تنالي عندك الريبه، هما راه عندهم الريبه ديال تحت فيما كيهضر، كتبان لك انا فيا شي ريبه، يلاه دابا الريبه اللي نابحات ومازال فيا الريبه، ولكن ماشي بحال هما، لان حين اجد الرجل الرجل فادي طبيعي، ولا الصحابه كيتوز على عين علينا، غادي نرجعوا تما علاش كيف الصحابه واش اكتمل ولا سيدنا علي، ندخلوا تما ندخلوا لواحد العالم اخر ان شاء الله سناتي اليه. ما دمت اصحاب مرتبين في انفسهم، شوف هي المفتاح للخروج من قفص الريبه الى طمانينه الصدق، ما دمت اصحاب مرتبين في انفسهم، كل ما دوم مرتبي لانه ثلاث ايام ما دامش قصروا قال لك سيدي اسلام محروم يعني الحرمان في انفسهم، شاكين في وعد ربهم وبشاره النبي، فمن اين ياتيك هاجس طلب الله، ثم رائد هاجس الهاجس بعدها واش فيك الهاجس طلب الله، ثم رائد اراده الله،
ثم باعث التوجه، باعث التوجه، واخا تقول اسمها متدعي الى باعث التوجه، ثم دافع السير الى الله. اش بيفهمك في هذه دراسه؟ عالم اخر هذا. من اين ياتيك الاخلاص ان لم تعاشر مخلصين؟ من اين تهب عليك نسائم القرب ان كانت تقصف رايات ارادتك اوهام المترددين؟ وهم هذوك الله ما بقات الا الحرمه. امن دعوه تفضل في سكن قاب سير عند عبد واحد سير عند منير هذوك اللي تسولهم اللي عندهم هذوك سولوا ذاك اللي كانت تما تخربيق تما ما كاينش. وتصك سمع فطرتك نياتهم الواهيه، النيات ديالهم النيات ماشي ما تفهموش. خصك الصبر، خص الراجل، خصك تدعي الله، طلبوا بيض الضرار حال كيف، ما تخافش، ما تمشيش عندهم، ما كاين فيهم حتى واحد. انا والله ما فيهم واحد عندي انا بعد يقين. كاين راجل خارج دابا خصو يكون خارج، هو هذاك اللي عنده نور كشف وروح عليه توفيق الله عز وجل. هو ما عندهم حتى التوفيق، حنا عندنا التوفيق دابا عليهم. هي شويه نجي بينهم من داك من وقوفنا مع الحق لنا الصدق، الصدق ما عندهمش، هما عندهم الصدق. هو الصدق الكلام هو الصدق، ما مزينوش يدير اش عندهم، عندهم كاذب، هما ظلم كذب على الله، كيكذبوا على الله. يعني السي حسين كيقول شكون كيقولوا هما وكيقولوا هكا، من يريد الله كيقول الا من نريده نحن. ديري قياده شباب دابا تبقى فيهم 80 هذيك الريبه والتردد. سولوا الموساوي باش يقول كيفاش خرج من الريبه وبقى فيه الريبه، هو باقي فيه الريبه، باقي فيه كان قولها لي هو بيجرو دابا لتحت، هو فيه الريبه باقي مسكين كيتاثر بمقالاتي. ما شوف دابا شفيق احسن منك، لا يتاثر شفيق، انت انت المساوي باقي لا زلت شويه التاثر عندك. ولكن مسكين ولكن ما يقدروش عليه، لان علاش؟ لان عنده الغيب، لان الغيب دابا كيهدي الغيب كاين. باقي الربا، باقي الربا، باقي الربا عنده. انا كنقول لك تقصف ان كانت تقصف رايات ارادتك اوهام وتصك سمع فطرتك نياتهم الواهيه ومقالاتهم الخاليه. كتصك مسكين تصك المقادير، وهذا ودرتي انت وانت مع ذاك الجواني وذاك الجواني وانت سامع وانت راجل وانت طعم. وراه والله واخا تكب عليه هذاك المساوي، تكب عليه الماء سخون، سير كبوا عليه ديالكم. والله واخا تكبوا عليه الماء بارد انتم وكبوا عليه انا الماء سخون، يا ما يقدرش ما يقولش لك. شتينا كبوا عليه انتم الماء زوين دافي وكبوا عليه انا سخون كيقطع كيقطع، يا يقول لكم هذاك الشيء هذاك اللي كيقول هذاك راه ما كتقولوش انتم صافي. وسير دابا عنده خبز. علاش كنقول؟ كنقول كنتحداكم، اتحداكم، خلوا السي شفيق، اتحداكم اجمعين. انا قلت التحدي اللي درت لكم، يلا سيروا عند المساوي اده اقول لي تبرأ. خلي ابو مطربوس راه باقي مسكين يتقلب بالانانيه ديال العلم والعلم. هذاك راه يعني قصده قدره، قدره ولكن راه صافي. واش هو داز من عند العلوي؟ داز قدره، لان مخلطه عنده القضيه في الداخل. باش ما نجيكش انا دابا خلي قدروا هذاك، ماشي ماشي معالم، لا حنا نتمنوا كل شيء يجمع عقلوا عليها. راه باش ما نكون، انما الاعمال بالنيات، الصدق هي هو المنزله العظمى. كانت تقصف رب رايات ارادتك اوهام المترددين وتصك سمع فطرك نياتهم الواهيه فما قال الاخوان. الان راه كنقول لكم اللي سكت راه يجيبها في راسه. انا كنقولها من خلال، لان علاش؟ لان خصنا نوصل للناس الحق. الصدق تكلم على الوصية، سيد خصنا الراجل نصدروا بيدي، لان بان هادشي هو راه حل واحد، هو الراجل، راه ما كاينش شي حل اخر. راه حتى انت والله تمشي من احد تهز. الصدق المزيد عظمى يستخلص الله عز وجل للصادقين من هاوي الخطا وسواحق الضلال، يشفع لهم صدقهم هناك ما يشفع لهم هناك في الآخرة الاخر من مهاوي الضلال. قال الله وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري تحت نهار وخالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. ان كانت ارضيه ايمانك متينة فحال ان يكون اساس بنائك وطيدا. انا كنقول الساس ما تجي تبكي تلي ساعتين الجماعه راه ما عندها بساس ديالها كمو الحاله اللي كاينه دابا. شوف السي عبد الحميد قابوش ولا غيره، سمرنا ولا غيره، كلشي كلشي نجيك من الاخر. الله انا نقول لك دابا اللي كان فيهم هكا مرحبا، انا مستعد للمناظره الان. انا اتحدث وانا ويتحدث ويتحدث هو في الشرق ونتحدث انا في الغرب ويتحدث في الغرب. واش من عنده؟ واش عنده ما يقول؟ إن انا هي شويه ديال هذا الراجل هذا، راه انا ماشي، راه انا الراجل كنقول لك ودي بغيناكم بغيناكم تخرج لنا. علاش غادي يعطينا كثر؟ علاش مشى الغزالي يا صاحبي؟ علاش مشى؟ لان علم عين اخر كاين. الله يهديكم الاخوان. احبابنا قرينا شحال من مره، ماذا يبحث الغزالي عند ماذا يمشى؟ اش بيمشي عنده؟ اش بيدير؟ اش بيدير عندهم تما؟ اش بيدير؟ قريناها وعاودنا قريناها ونعاودوا قريناها والنفاق قريناها ونعاودوا نقراو ونعاودوا نقراو. واش نقراو؟ راه كنصلي انت، لان السلوك سير قلبي وكاتبه لك انت الصلاه اليوم بحال البارح وعندك انت يا غافل. إذا أنست من نفسك عزما عن الدنيا وعليها وبداية اشمئزاز من رداء إلى فداك فأحمد الله، وإلا فابحث عن من يخرجك من ورطتك. أنت ميت القلب وصحبتك أيضا لموت القلب، عليك بالأحياء النجم البدلاء. أنت قبر تأتي قبر مثلك، ميت تأتي ميتا مثلك. أنت زامنون يقودك زمن أعمى، يقودك أعمى مثلك أصحاب المؤمن الموقن الصالح، واصبر على كلامهم. هذا كلام ديال سيدي عبد السلام. إن لم تستخلصك صحبة الصادق المخاطب مجازم رقاد غفلتك
فمن ينتشلك من وهاد رفقتك، إن عاقبة شاقة عن نفسك أن تسلك إلى البيوت من أبوابها. لذلك يسهل أن تزعم نفسك أنك تحب الله ورسوله. زعموا للناس، زعموا الناس وقلنا وكنا عندهم في آخر، اش كتقول هاد السيف دادي بالخيرية وأنت الغل في الداخل ديالك، أنت الغل على سيفك صاحبي. كنقول لك علاش أنت باقي قيادي وأنت خرجتي، خرجتي كتنقص كتكتب تما في التدوين ديالك وما عمرك كتبتي على الوصية الشرعية. أنت أقسم لك بالله إلا ودني قالت لي ومشيت أنا وياك من الدار البيضاء لمراكش صاحبي، وقلت لي عدو الله وانا مش كده السوق. انت فيك غل على كرامه، هذا الراجل اللي عنده مشكل عندك مع بزاف السي شفيق. انت دابا عندك هذا الغل اللي عندك خوتك، دابا غل كيبان فيهم ساكن، راه غل عند السي نصو من هذا السي عبد الهادي بالخليه، غل عنده غل غل. وعلى نسيبه سير سول نسيبه، راجل اختو راه وفى قادير، سير سول عليه. والله سيدي تيقول لك راه غل، وقلت لي قبال، ولكن دابا مني خرج انك كيقول لك اش من سو اش من اش من محبه اش من تخربيق عندك السي عبد الهادي، اش من بيدوز قلبك انت فيك غل على الناس اقرب الاقربين. السي كرامه السي عمر كيمشي عنده السي عبد الهادي من هذا الراجل هذا، سي راه معروف السي كرامه، كرامه كرامه شحال من واحد كيكرم السي كرامه. وكتجي انت دابا تقول لي ما عمر ما عمر السي عبد الهادي جبد لي كرامه بحال هكا جبد لي المرقاطه، ولا بحال انت دابا السي شفيق سوى على واحد سيدي سميتو كرامه، راه معروف عندكم في الغرب، راه عنده الفلاحه، راه داير الفلاحه حتى هو، راه كاين في الغرب كاين، راه كيعرفوا خوك، راه يعرفوا خوك. قول لي السي كرامه، جبد هذا السي كرامه وقول لهم عبد السي عبد الهادي بالخيلي هذا اللي كيتكلم دابا، ماشي سي مع كرامه. والله سيدي ما كيحملش السي عبد الهادي تجبدي كرامه يقلب عليك، عنده غل. دابا انت بحال وقع لك هكا، هذه كانت اسمها هذه الاخوه دي داخل الجامعه هذه. قال لي واحد المره السي برشي قال لي السي عبد الهادي عام بعدا واحد السي شفيق جبد جبد هذه، هذا السي عبد الهادي بدا كينقص دابا انت وغادي نجبدوه دابا باش نعلموه اشنا هي اشنا هي خصك تكون، تكون مسالم. انا كنصيفط ليه هو كيسمع، راه كيسمعني دابا فلوديت، كنصيفط لك ديما السال مازال سي عمر داك داك العيد والله الا كنصيفط ما كنردش له ولا علي تيزن، هذاك السي علي تيزن ما كيردش، اللي قال لك انا عندي ما عندي محباش، عندك عندك التخربيق اللي عندك في الداخل ديالك السي علي تيزن، عندك التخربيق اللي عندك في الداخل ديالك. كنصيفط ليه في العيد انا ديما كنت كنصيفط ليه ما كيجاوب السي عمر، لا 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 سي عمر سي شتي السي راشد بوطربوش والله الا كان كيجاوبني في العيد، وراشد غلام كنت كنصيفط ليه كيجاوب، هذا راه واخا هكاك راه واخا كتشوف داك راشد بوطربوش واخا خرج داك الشيء شي راشد بوطر باش نقول لك واحد، ولكن الصعوبه في ليه كيكون عندك داك الشيء لداخل وما كيبانش. اما هذاك راه واخا كتشوفوه هكا خلي عليها، واخا تشوف داك راه داك هذا كيهضر هنا وداك الشيء وعدي اللي كيهضر كيقول لك كي كتبع عمر اشاب. وكنت بغيت نوقف على واحد القضيه، ولكن انت هذاك الله يجازيك بخير، الله يكرمك، الله يجازيك بخير على قوتك السي عمر اشاب، الله يجازيك بخير. قوه واي قوه اراده بحال هكا كنقول انا، خصنا بحال هذا الرجل بحال، ماشي خصنا ماشي راه خصنا نكونوا هكا كلنا، كلش حنا خشيبات اصاحبي كان فيما حولونا نتحولوا حشومه كاع حشومه حشومه. هادشي هادشي لا يليق، لا يليق بالتربيه ديال السي عبد السلام، لا يليق بهادشي اللي عطانا السي عبد السلام. مين السي عبد السلام عطانا ورانا شي حاجه كثيره، وحنا يجيو هادي يبداو ينقزوا علينا هنايا بالتخربيق ديالهم كاع، ما فيه ما فيه ما يتسمع ما لا تصلح. كان قربت نجبد واحد النص ديال السي عبد السلام عجيب جدا، ونرجع لهادي نرجع نكمل ايه في هذا السي عبد السلام كل كلامه بنجيبو ديك اللي كنجيبو ديال على الى جبناها البارح دابا ما بقاش الوقت نكملوا هذا زوي مزيان، هذا الشيء هذا نكملوه باذن الله تعالى. ان كانت ارضيه ايمانك متينه فحال بك فحال ان يكون اساس بنائك واطدا، وان تعلو غرفات امنه شامخه لا تدع خلاف المختلفين يرحط بك الى دركات التنابز بالالقاب، تلطف للناس ودع عنك الوسواس الخناس، تلقى من الله عز وجل من رسوله بالرضا، تلقى من الله عز وجل ومن رسوله بالرضا والقبول والتسليم ما جاءك من خير الذات والاسماء. بالتقبل والتسليم خصنا تلقاو من السيد الاسلام، القبول والتسليم ما قابلينش هما هذاك الوصيه ما قابليناش، ماشي هما كيرفضوا دابا كيحاربوا كنا كيقبلوا. لا يتعطل عقلك في مطالب الاستدلال ولا تتنكر لفطرتك التي تسمع ايات الله فتخضع وتخشع. كن بقلبك مع ربك تذكره، كن مع ايات رب في اياتي فيك لا مع الاكوان. ومن في الايمان الاحسان لا اله الايقان ببرهان العقل في مجالات العقل، ينضوي العقل وبرهانه في نور الجنان ينضوي. واسال الله ان يفتح لك لا عليك لا اله الا الله لا اله الا الله. كيقول سي عبد السلام ركز من ثم شجع ثم تصديق الرؤيا، هذه من شعب الايمان، الرؤيا الصالحه وهي عاجل بشرى المؤمنين ووحي من الله المنام لعباد الله، كرامه من اجل الكرامات. لا لا كيعرفوا هذه الصفحات وصفات الصدق وركائزه، وقد يكون العلم بما هو الصدق خطوه فكريه، خطوه فكريه، ولكن من اين لنا حال الصدق؟ لكن دابا واش بيجيبوا منهم؟
وحقيقة إن كان نقد الوقت بين قوسين أي العمل العملة الرائجة هو مزيج من الإسلام السياسي والإسلام الثقافي والإسلام السطحي الذي يفكر ولا يتفكر. الإسلام صاحب هذا والإسلام ديال هذا والإسلام ديال هذا والتبرك وهذاك صاحب الجريمة والعقاب وصاحب. إن طبيعة الجماعة الإسلامية المنفتحة على كل واحد قابل العابد وغير العابد. أنت شتو كيجيبوا هذا وكيخلوا الاخوات المؤمنات يعني يجتمع في تكاناتها واجهزتها مخزون الفكري يحصل من مساهمه الكون وان ينصب على كل عضو ضغط اجمالي وحاصل تضغط الكون وان تتناصر الجهود او تتخاذل او تتناقض من جراء تفاوت المدارك وتباين المشارب وتباعد مرمى الهمم ومخاد هؤلاء واولئك من النقل والعقل والاراده المفاهيم عائمه ولا سيما مفاهيم الصحبه. المفاهيم دابا كتبقى عايمه، غادي يهضر هنا وغادي يسرق هنا وغادي يغرب هنا وكل يتجمعوا على واحد بعدا راه ما كاين حتى واحد. شي يقول لك السي عبد الكريم، شي يقول لك السي عبادي، شي يقول لك لا جماعيه، شي يقول لك هذا، شي يقول لك عبد الصمد، شي يقول لك وهاي بينات كنت تفهموا تفهموا بينات ما فاهمينش. هما قياده جماعيه بحال كذا سر بصح وما كاين واحد كيقتل في واحد وما كاين غا واحد. والذكر والصدق طلب الكمال والطموح الى الولايه واراده القربه. شي غنتكلم ان شاء الله في اللي جاي الولاده الجديده. انا كنقول صدق طلب وجه الله قضايا ضائحه حين يرتفع مسؤول ديك ولو بيتسلم وتسخق لك زي ما معنى الولاده جديد وشيء اخرى. حين ذاك حين ذاك يكون الوال الكامل والولي الكامل هو حين ذاك عاد يخرج لينا الراجل. دابا راه خصنا نرفعوا من هذا المسؤول، ما يخرج. واش انت دابا كاين بحال هذا كينقز وانت ساكت، اش غدير ليه دابا؟ كيجيب لك الوصيه وكيخلي الوصيه اوصيكم. اش كتقول عبد الهادي بالخيليه؟ دابا نقول لك عبد الهادي بالخيليه، ما نقولكش السي. تكون السي وين نزلتي الشارط؟ كنقولها لكم ونعاود نجي لك انا. عبد الهادي بالخيليه عندك غل واضح اسير سولو فقادي سولو جوج سولو نسيبو راجل اختو راجل كبير معروف الحقد اللي عنده عليه ولا هذاك راه صافي اسير سولو اخر اش بيتسمسم اش بيتشرب هذا خصني داويه. هاد السي عبد الهادي خاص ماشي خايب ماشي راجل رفعنا به ولكن خاص لي داوي كنا استاهل باش بالصحاب خايب خايب داكشي فيك واحد المرض بحال دابا كورونا. راه ملي كتكون شي واحد في كورونا كنديروا ليه ما كنقولكش راه ضرينو عينو وضرو مصران في كورونا خصك تجلس تشد نديروا ليهم الحجر الصحي. الله دري والله الا تهدي زوين دري مسيب سلام الحجر الصحي. غتكون عندي ان شاء الله تعالى حلقات للضحك في العشيه وقف اسميتها هي وقف ما اسمها مع صوره. كاين واحد البرنامج كيديروه غادي ندير الصوره ديال عمر الشابلي ده وقفه مع صوره وقفه مع صوره وندير ضحكوا شويه. خاصهم هذا دابا كورونا جا معاهم خصهم يديروا ديري خصك ديروا النوم. انا درت خرجت انا بعيد عليهم الليل داخل تما الا بيت بقى معاهم خصك دير على قلبك دير عليه نيف دير عليه على عقلك وقلبك. راه بقول لك كورونا فيهم مش ديك من الاخر ماشي خايبين ولكن كورونا كورونا واش كورونا كتقتل؟ كورونا غير الدواء. كل كورونا دابا هو الوصيه الشريط خصو ينزل الدواء هو الوصيه الشريط. إلا ما نزلتيش غادي تصيب كورونا. وصدق طلب وجه الله قضية ضائعة من له بها علم واطلاع أو شوق وتوق. ضائع من له بها علم واطلاع. ضائع من له شنو هي؟ الكمال والطموح للولاية. ضائع من له أو شوق وتوق غطى على هذه المعاني النفيسة والمطالب الرئيسة. الإسلام الثقافي الدائرة السياسية الشيعة غطت على الوصيرين فيها الغيب. وسير معهم والنضال الملتحم بالواقع التحاما يوميا من محاضره لمحاضره بحال داك السي سميتو ومن جريده لمجله ها سميتو السي بن ناجح. كلشي كيقرا كيقرا كل هو كيقرا ليا تيقرا ولكن ما كيتحرك هو راه مورط مع ما درت غلط. ومن كتاب لكتاب انا كيهضر الحريه وهذا هو منع الحريه اللي كيهضروا على الوصيه الشريطه. كتكذب على راسك انت انت تعرف الحريه بن ناجح. انا كنجيك من الاخر هضر خرج انت وخرج الا كنتي حر وقول لي وين نزلوا الوصيه. مازال داك الجوري شويه سي جوري انا مزوق سي جوري راه عندك من هذا الكمال وداك الشيء ماشي بالجوري ماشي هو بالناجح في العمق وكلهم فيهم خير ولكن خرج يا صاحبي قول لي وين نزلوا الوصيه شريط صاحبي وصيه شريط وصيه شريط. ونقول لك واحد الحاجه سي جوري والله نهار قلت لك عقلتي انا كنقول لك السي سامر بيموت وقال لهم هكاك سولت قلت واش هذا انا عارف انك راه في راسي ودخلت عنده كنت عنده قبل ماشي كنقول لي انا شي حاجه كنت ما عمرنا قلنا داك الشيء. الله يرضى عليك الله يجزيك بخير الله يجزيك الله يجزيك اخوان راه راجل وانت كتعرف السي الجوري حتى بالناس راه كيعرف من المنطق السياسي السي العبادي راه يتقن السياسه وكيعرف حتى السي عبد الكريم هو الجوري ما سميتو الاخر بالناس افضل السياسه من السي عبد الكريم تشوف من الاخر في المنطق التحليلي والسياسي واعر عليه واعر ونجيك من الاخر صاحبي نجيك من الاخر السياسه. انا شوف انا يا ربي كلشي يتجمع هادشي السي عبد هو الكمال باش نجيك من الاخر صاحبي. كل واحد عنده شي حاجه ولكن خاص الراجل نصدر بدون توصيف القلب خاص الصحبه لان الصحبه هي الاساس اللي خاصها تكون اميره على الجامعه والتربيه اميره على التنظيم ولكن خاص الفهم يطلع من تحت. دابا حنا خدامين في الفهم فهمتوها
نضالي الملتحم بالواقع، التحمني من محاضره لمحاضره، من جريده لمجله، ومن كتاب لكتاب، وانت قد فرغت من صنيف نفسك في المربع السلفي والاخوان اصنفوك وانفوك. خاطر السي عسلان، حجبت مدرسه المعرفه وجماعه الانتماء، حجبت مدرسه المعرفه وجماعة المدرسه بحال منير كاك، وجماعه الانتماء واراده القياده، اراده القياده ومهام التنظيم، مطمح الايمان ومرتقى الاحسان، ماشي الاسلام. هذا راه هو الاسلام حين يرتفع مستوى الفقه الديني، من اسلام الايمان الاحسان. ضغط مورث من خلافيات امس، انا مورث منه، ما الزائرات كاين هنايا وهذا كاين هنا وهذا عنده هنا، اتنتم وضغط متوارد من اعمال اليوم، اليوم قال لك ولي كيهضر معك اليوم، والنيه التي هي راس السهم. من يعلمك النيه؟ النية تتعلم، اسحب من كان كل قلب، قرينا قرينا. وبراق الترقي لا تخلص للهجرة إلى الله ورسوله والظن الحسن بالله وتصديق الله والصدق مع الله. هو السلام الإسلام دابا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، هجرته إلى الجماعة وهجرة إلى عبد واحد منهم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ويتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم الذي يعد العلماء ركنا من اركان الدين ينبغي ان نستعمله امتحان لنياتنا وسط الجماعه. انت اللي خصك تمتحن. لا اله الا الله، كنت غادي نقرا لكم شي كلام ثاني كبير. النيه لا اله الا الله، مسار المعاني اصحاب الكشف. هناك صفحة رائعة من صفحات علم الهجرة إلى الله ورسوله والوصف، يضمن نداء صادق وامق، بلغ الله هذا النداء آذان واعية وفطر إلى كمالها ساعية. قال الإمام عبد القادر لا إله إلا الله، اسمعوا الآن، اسمع اسمع هذا الكلام. لا إله، ركنا من اركان الدين ينبغي ان نستعمله الامتحان، فان تضافرت الاسئله الصادقه، تضافرت الاسئله الصادقه، هذا هو اللي بغينا نحرص عليه، الصادقه الملتهبه رغبه في الله من كل جانب في الجماعه. خرج خرج بس كتلتهب في جماعه سبحان الله الحل، وتكاثرت واسمعت، خرجوا الشريط نزل عليه. عبد الواحد قال لكم ما قال لك والو، هذا قال لك نزل نزل الوصي الشريط، ما قال لك والو، خليه نزل يجبد لك، قول له خليه نزل نزل، خليه هذاك خايب نزل، اقول انا خايب نزل الكلام ديال السي عبد السلام ماشي خايب، خلي ملي يقول لك لا نزلو هو هضر عليه، سول جبد نزلو بعدا نزلو، لا لا نزلو حيد الاتساع، لا نزلو نزلو ونزلو في الورا، ما كيقول لك والو، كيقول لك ودي نزلو باش ونزلو حشومه، كتنزل ديال اليسار وكتجيب ديال نزلو نزلو، ضغط عليه هكا، ضغط عليه ما تمشيش لي انا، خليني خايب انا، انا خايب ما نزل وصي الشريط نزلو انزل اسمع. وتكاثرت واسمعت، يوشك ان تحول روح الجماعه، ان وجدت مصحوبا خليلا كاملا او مصحوبين، مصحوبين راه في عادي، ملي تكون صحبه يكون سيدنا الصديق وسيدنا علي راه ماشي مشكل فيها، مصحوبين راه كيهضر سي حسام دابا اللي جاي مصحوبا، قال لك لابد دابا من بعد واحد بدفنت، اللي حنا عندنا واحد دابا ما نقدروش حنا على مصحوبين، غادي نتلفوا هنا فينا هو بعدا، كاين واحد يعطي سي حسام واحد صديق بيته وتسويق واحد، ودابا كل واحد كيجر كل واحد جميع جميع، اش كي قال كاين في المياه جنب، وداك السيد اللي قال تعدد مصحوبين لان في الصحابه وتلفوا، فما بالك بينا حنا، راه ذاك اللي جاب الاخ من المياه جنب والله يزبيخ، واحد من الصلاه كاين واحد اخ، راه تعدد مصحوبين خلاف صعيب، دابا ما كاينش، ملي يكون الصديق وسيدنا علي نكون حنا عند الله تعالى، من عدم الاكتراث بالكمال الروحي وطلبه الى سماع، باش يسمعوا دابا الى اهتمام، دابا بين الله وصلنا في السماع، خصنا دابا الاسئله الى سب الى اهتمام الى اراده الى عزم الى همه متلهفه يحيا بها وعلي اهل السابقه الذين يذكرون الله فيذكرهم الله، السابقه ماشي سابقه، السابقه ويصدقون فيصدقهم ويحبون فيحبهم ويتقربون بالفرض والنفل معانية حاضرة واردة عليه سبحانه صادرة، والهجرة إلى رسول السنة الماضية إلى يوم القيامة، إن تعادوا الهجرة من كون الأوثان إلى مدينة القرآن، وبقي الجهاد والنية كما قال عبد الله بن عمر: لا هجرة بعد الفتوى ولكن جهاد ونية. هناك صفحة رائعة من صفحات العلم بالهجرة إلى الله ورسوله والوصف، يعني الوصف يتضمن نداء صادق وامق، بلغ الله بلغ 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 الله هذا النداء آذانا واعية وفطرا إلى كمالها سعي. قال الإمام عبد القادر رحمه الله: وهذا المرائي ثوب نظيف وقلبه نجس، يزهد في المباحات ويكسل عن الاكتساب، ويأكل بدينه ولا يتورع جملة، يأكل الحرام الصريح، يخفي أمره على العوام ولا يخفى أمره على الخواص، كيقول أصحاب الكشف في جنس الإسلام، كل زهدي وطاعتي على ظاهري، ظاهر عامل وباطن خراب، وإليك طاعة الله عز وجل في بالقلب لا بالقالب وحده، كل هذه الأشياء تتعلق بالقلوب والأسرار والمعاني، تعر مما أنت فيه حتى آخذ لك من الحق عز وجل كسوة لا تبلى. هذا الكلام فين يفهمون؟
لا اخلع انت حتى يكسوك هو، اخلع ثياب ثوانيك في حق الله عز وجل، اخلع ثياب وقوفك مع الخلق وشركك به. الخلق راه اكبر، هذا هو كدافع عليهم دابا هما، هو كتخلي السيف اكبر مصيبه اكبر. يا هذو اللي ساكتين دابا في الداخل ديال التنظيم وعارفين نص منوع هما ساكتين، راه اخلع ثياب الشهوات والرعونات والعجب والنفاق وحبك للقبول عند الخلق واقبالهم عليك. الخلق من القبول وعطاياهم لك، اخلع ثياب الدنيا والبس ثياب الاخره. ان خلي من حولك وقوتك وجدك واصطلح بين يدي الحق عز وجل بلا حول ولا قوه ولا قوه ولا وقوف مع سب ولا شرك بشيء من المخلوقات. هذا كلام ديال سيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي احمد الرفاعي نختم بهم. وسيدي عبد السلام هو الكمال، سيدي عبد السلام هو الكمال، ومن الكمال من الصحبه ديالو خصنا ننزلوا وسط الشريط والمعاهده. ومن الكمال لان كنشوفوا الحرمان، قال لك الحرمان ما نقدروش ندخلوا فيها حنايا، لانه لابد من بعد بعده كيخبطوا خبطه عشواء، ولابد حين عندئذ خصنا نكونوا هذه الولاده الجديده، ولو بتسلموا تسلموا على الولاده الجديده والكمال وان شاء الله. هادشي ما كيعرفوش، وهذه هادشي مبهم ولا زال عنده الفهم ديال هذه القضيه الكبرى، قضيه جوهريه عند الحركات الاسلاميه لا زال فهم ضيق. وهذا هو، هذا هو سيدي عبد السلام، هذا هو موجد الخلافه الثانيه على منهج النبوه. وغادي ان شاء الله تعالى نصبروا وغادي نقراوا وندعي الله تعالى. يا ربي اللهم يا ربي يا ربي نسألك باسمك الأعظم، نسألك بأسمائك الحسنى صفاتك العليا بتعجيل بإخراج هذا الرجل اللي وارث لي ونائب ديال سيدي عبد السلام، اللي حتى نستضيء به وتوسل الله بقلبي كما أمرنا سيدي عبد السلام، كما أمر سيدي عبد السلام، كما قال سيدنا ملك عدنا ملك عدنا ملك جبل ملك جبل. الخلافه 30 سنه 30 سنه ما قلنا لا، ماشي سيدنا الحسين كيشرع الفتنه ولا ما عرفش يربي 30 واحد 30 عام، سيدنا محمد 30 عام ما عرف كاع يربي 30 عام وترز داك الشيء كاع ما عرف يدير شركه، شو الشركات غير 30 عام وخربقوا داك الشيء هو ما عارف يربي. سيدنا محمد ما عرفش يربي صلى الله عليه وسلم، شنو التخربيق دابا؟ انه قدر الله ما بان هذه القياده قياده ستالينيه وهو راه خدام، وستعرف من بعد هذا عرفت تعرف ستعرف هذه القوه السي عبد كيف اوصل لنا في هذه القياده. انا كنتكلم دابا مالك شتني دابا انا جيعان، اتكلم بالسي عبد السلام لان من كلام السي عبد السلام انا راه وصلنا عن طريقهم. راه قال لك السي عبد، ولكن السي عبد هذا الشيء ديالو دابا خايب، التيو ديالو تقب ما بقاش اللي ماسخ داك الماء مجهد السي عبد السلام. انا ماشي نقول لك تيو، تيو الراجل اللي هو اللي بيبدا يصيف دابا، هادو لا يليق ما عندهمش ما عندهمش، ما يمكنش دابا تمشي عندو الا التيو ديالو مخربق. خاصنا الراجل الناس ديالو توسلوا الى الله بقلبه، من يريده الله ماشي من يريده انت السي عبد السلام اخويا، هذا هو المهم. وخصنا نكون عندنا قناعه بان انا ما يمكن لا انت السي محمد العلوي ولا فلان ولا فلان ولا السي عبد الصمد ولا فلان يحلوا هذا المشكل الا الراجل، خص يكون عندنا قناعه تامه والا راه كنخربقوا على السي عبد السلام. ويقول سيدنا محمد لا انت راه معاويه لا جلسوا تحت منه لا، هذا خلافه ملك عاد، هذاك ملك عاد. كاينش فيها الهضره، كاينش فيها الهضره، ما كاينش فيها الهضره. ولو جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز وكان رجل هذيك حاله ناعي حاله خاط داز ملك عاد. الان لا زمن الخلافه على منهاج النبوه فيها خص الصحبه تكون اميره، ماشي الجماعه تفتت، لا الصحبه والجماعه. لا نقول صحبه، كنقولوا صحبه وجماعه، حنا نبحثوا عن الرجل كيف كان السي عبد السلام نائب، هو النائب على السي عبد السلام. انا كنقول اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وامهاته ولادي تبيتك مصطفى بن عبد المجيد. اللهم يا ربي جازي السي عبد السلام خير ما جزى النبي نقول رسول امته. هذه نقلتها من السي، من السي توفيق يونس توفيق ديما كان كيقولها، هذه نقلتها من السي يونس توفيق، انا كنت كيقولها وعجبتني هذه. لان السي عبد السلام يقول لك دابا السي عبد السلام كدير بحال شي نبي، لا انا العصمه ليس السي عبد السلام، الكمال العصمه لرسول الله باش ما ندخلوش في الشيعه. حنا داك الشيء العصمه واش كاين فيه؟ ولكن ما دون العصمه راه كاين بزاف، كاين الكمال اقل كاين بزاف. سيدنا علي كان كاع عنده الكمال، كان كيسب 60 عاما على من مروا من سيدنا مسلم. لا نقول بان من ربى حاشا لله، يا ربى وكمل سيدنا النبي وصلينا. هذوك بنو اميه ما كندخلش فيها، وبنو اميه غادي يبانوا من بعد الزمن اللي كيبين. ولكن اولياء الله اللي عندهم الكشف، انا ما عندي لا كشف ولا من يكون كشف السجر ولا ما كنقولش ما كاينش، ما كنقولش كلام فارغ. غادي نجيو واحد النص، هذاك اللي قال كلام فارغ غادي نجيو ان شاء الله. صبروا صبروا شويه، صبروا ولا سيروا قرا، سير قرا ولا قلب عليه تقرا، صبر قرا الاحسان واحد وجوج دخل فيه وصبر قرا من الاول حتى الاخر، واطلب الله يجود الله عليك، وماشي تقرا بنفسك، طلب الله على انك قرا. ولكن انت مريض ماشي انت كتقرا وانت كتلتقط، هذه ما دايزه قرا اللي ما فهمت يقول ودي ما فهمتهاش ودوز، وما انت ما تخليهم يقروك، ما تخليهم بما فيه السي عبد الكريم العالم ما تتصيد. وسيدنا عبد الله بن عمر وقرا قراهم قال لهم ما ديروا في الاخر ندم، لا السي عبد السلام دابا هو اللي كاين، ما كاين فيهم حتى واحد. باش نجيك من الاخر، الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وامهاته ونبيك وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين.